ألف ألف مبروك الدوري رقم 41 في عرين النادي الأهلي خلال موسم كامل. الحقيقة استطاع النادي الأهلي أن يعود عودة تاريخية للدوري العام المصري. الكل خلال موسم بالكامل التريق وكل اتكلم بكلام الحقيقة لا يصح أنه يتكلموا بيه على النادي الأهلي، ولكن في النهاية عودة البطل وعودة النادي الأهلي، هذه العودة التاريخية. ألف 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 مبروك للنادي الأهلي، ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي، هذه العودة التاريخية الكبيرة جدا 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 جدا. الحقيقة هذا الموسم مرت أمور كثيرة وأمور صعبة جدا على النادي الأهلي خلال هذا الموسم، ولكن يبقى دائما جمهور النادي الأهلي، تبقى لاعبة النادي الأهلي، لاعبي النادي الأهلي، ويبقى مجلس إدارة النادي الأهلي دائما هم في قمة كل شيء. جمهور النادي الأهلي وقف مع لاعبته ومع جهازه ومع جمهور ومع جهازه الفني حتى الدقائق الأخيرة وحتى الثواني الأخيرة، وبالفعل استطاع النادي الأهلي أن يفوز بهذه البطولة التاريخية، البطولة رقم 41. البطولة لم تنتهي، البطولة باقي فيها ماتش أو باقي فيها مباراة لسه هنتكلم عنها يوم الحد القادم. خدنا الدوري، ولكن يوم الحد القادم بقية الدوري. يوم الحد القادم بالنسبة لنا كأهلوية هو بقية الدوري، وإحنا دايما بنختم الدوري وإن شاء الله نفرح جمهور النادي الأهلي بالمباراة التاريخية اللي حصلت النهاردة، وإن شاء الله يوم الحد القادم. ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي، ألف مبروك للاعبي النادي الأهلي، ألف مبروك للجهاز الفني، ألف مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي، ألف مبروك لكباتننا الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن محمد حشيش، كابتن أحمد بلال، الحقيقة اللي منورنا النهاردة في الاستوديو، وفرحة عارمة وفرحة كبيرة جدا جدا. طبيعي إن النادي الأهلي أن يفوز بهذه البطولة، ولكن اللي حصل خلال هذا الموسم أشياء كثيرة جدا هنتكلم عنها بقى طوال الأيام القادمة، ولكن بعد مباراة يوم الحد القادم. مباراة يوم الحد القادم استكمال الدوري العام المصري. الدوري بالفعل خده النادي الأهلي، ولكن دائما النادي الأهلي لا يفكر إلا في نهاية الدوري، ونهاية خاصة جدا وفرحة أعضاء النادي الأهلي وفرحة جمهور النادي الأهلي إن شاء الله هتبقى يوم الحد القادم. مع حضراتكم طبعا على جانب الشاشة فرحة أعضاء النادي الأهلي وجمهوره في أحد فروع النادي الأهلي. الحقيقة أنا مش عارف فرع إيه، فرع الجزيرة طبعا، مقر الجزيرة مقر مهم جدا، والحقيقة زي ما حضراتكم شايفين فرحة عارمة لكل جمهور النادي الأهلي. الحقيقة أول حاجة عايز أتكلم طبعا، الف مبروك يا كابتن شريف، الف مبروك يا كابتن حشيش، الف مبروك يا كابتن بلال، ألف يعني النادي الاهلي يستحق، وحاجي لحضراتكم دلوقتي ونحتفل ونبقى مبسوطين، ولكن هنأجل كل احتفالاتنا ان شاء الله ليوم الحد القادم، لان يوم الحد القادم هي نهايه الدوري العام المصري، نهايه ان شاء الله تبقى جميله، ان شاء الله يستطيع النادي الاهلي ان يفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك. الاهلي والعوده التاريخيه حاجه مهمه جدا جدا عايز اوريها لحضراتكم من خلال بعض الارقام. أنا دائما لما باجي أتكلم بتكلم على الأرقام، والأرقام هي الشيء الأهم في هذا الموضوع. الأهلي والعودة التاريخية في موسم 95-96. الترتيب في نهاية الأسبوع العشرين، الزمالك في المركز الأول كان ب 48 نقطة، والمركز الثاني كان النادي الأهلي ب 42 نقطة. الترتيب العام، أو اللي خلينا ناخد نتائج المباريات خلال باقي الأسابيع، النادي الأهلي فاز في 9، تعادل في مباراة، هزم في ولا مباراة. نادي الزمالك فاز في 5، تعادل في 3 مباريات، هزم في مبارتين. الترتيب العام في نهاية الدوري، الأهلي في المركز الأول ب70 نقطة، والزمالك في المركز الثاني ب66 نقطة. الأهلي بطلا للدوري للمرة رقم 25. الأهلي أيضا والعودة التاريخية سنة 96-97، ترتيب في نهاية أو في نهاية الأسبوع 16، الزمالك في المركز الأول ب42 نقطة، والأهلي في المركز الثاني ب31 نقطة. نتائج المباراة خلال باقي الأسابيع، الأهلي بيفوز في 12 مباراة ويتعادل في مباراتين ولم يهزم في ولا مباراة. نادي الزمالك فاز في 5، تعادل في 3، خسر في 6 لقاءات، ويبقى الأهلي كالعادة في قمة الدوري العام المصري 96-97 ب69 نقطة، والزمالك في المركز الثاني ب60 نقطة، والأهلي بطلا للدوري للمرة رقم 26. الأهلي أيضا والعودة التاريخية في 2010-2011،
ترتيب في نهاية الأسبوع الـ 14 الزمالك في المركز الأول بـ 31 نقطة، الأهلي في المركز الثاني بـ 25 نقطة. نتائج باقي المباريات: الأهلي فاز في 10 وتعادل في 6 ولم يهزم في ولا مباراة. نادي الزمالك فاز في 6 تعادل في 7 مباريات، هزم في 3 مباريات. ويتصدر النادي الأهلي أو يفوز النادي الأهلي بالدرع رقم 36 في هذا الموسم بـ 61 نقطة، ويأتي الزمالك في المركز الثاني بـ 56 نقطة. دي ثلاث عودات تاريخية للنادي الأهلي. وأيضا الحقيقة عايز أقول لحضراتكم أن أيضا النهاردة عودة تاريخية وكبيرة جدا، هنقول لكم إيه هي، ولكن خلينا نروح نشوف زميلنا شريف شعبان ولقاءات ما بعد المباراة وفرحة الملعب ما بعد مباراة النادي الأهلي ونادي المقاولون العرب. في كل مكان اللقب رقم 41، رقم 12 في تاريخ حسام عاشور. اليوم مبروك يا حسام، تستاهل كل خير. لقب 12 في تاريخك، يمكن يعني الانكسار بتتوالى، و12 لقب مبروك يا شاف. 12 لقب واحنا على الهواء مباشره، 12 لقب تاريخ حسام عاشور بيعمله. 12 اهو مع رمضان بقول الحمد لله على كل شيء، بس عشان في ناس بتزعل بجد يعني. ده تاريخ الحمد لله، التاريخ للنادي الاهلي والتاريخ سطروا النادي الاهلي ولعبت النادي الاهلي سنه يعني طول قوي، 12 شهر بنلعب دوري والناس شككت في النادي الاهلي، شككت في اداره النادي الاهلي، شككت في جمهور النادي الاهلي، شككت في لعيبه النادي الاهلي، شككت في كل من ينتمي للنادي الاهلي. انا بقول للناس بس اللي كانوا بيتكلموا من 6 شهور اللي يقولك الحمد لله النادي الاهلي في المنطقه الدافئه المركز السادس، بقول انتوا فين دلوقتي؟ انتوا فينكم دلوقتي؟ انا عايزكم تتكلموا، انا عايزكم تتكلموا وتقولوا فين دلوقتي حبيبي يا طه، فين دلوقتي النادي الاهلي؟ هو اللي بيتوج وده اللي احنا متعودين عليه، وده اللي احنا ما بنطلعش بقى ويبقى الفرحه زياده قوي. احنا بنفرح عشان تعبنا سنه، الناس دي كلها تعبت ولازم تفرح، نقول الحمد لله. دمعتك في عينيك يا حسام، دمعتك في عينيك يا حسام، وحمدي فتحي بينضم ليك. يعني حسام النهارده بيكتب تاريخ جديد، 12 دوري ودمعته يا عيني، يعني اتكلموا عليه كتير واتهان كتير للاسف الشديد، بس الجماهير بقول لك الناس قالت احنا مركز سادس. سادس يا جماعه، النادي الاهلي على طول رقم واحد، احنا اتربينا كده في النادي الاهلي ان احنا نبقى رقم واحد، وده اللي احنا بنقول للناس. انا مش عايز اغلط، بس بنقول للناس اللي كانت عماله تقول ده النادي الاهلي المنطقه الدافئه ومش المنطقه الدافئه، وكان لسه ناقصنا ماتشات. يا جماعه انتوا بتهزروا، ده النادي الاهلي كبير قوي يا جماعه. انا اهو واحد من ابناء النادي الاهلي، 12 دوري، بقول الحمد لله طبعا للجمهور ده وللاداره وللاعيبه الرجاله دي كلها، الحمد لله اللعيبه كلها رجاله. كابتن محمود الخطيب امبارح جه قال لنا دي النهايه بتاعت السنه اللي احنا تعبنا فيها، بقول له الحمد لله لعيبتك طلعت رجاله، والف مبروك للنادي ده كله وللجمهور ده كله. مبروك يا حسام. حمدي فتحي نجم من النجوم وسط يعني وسط ملعب النادي الاهلي، ويمكن وفرحه اللي جات لكم، يمكن 2000 3000 واحد اهلاوي جالكم النهارده اول بطوله دوري مع النادي الاهلي، طعم غير. تعبتوا واجتهدتوا وربنا اداكم عرض نيتكم. الحمد لله طبعا بطوله غاليه وبطوله صعبه، وبارك لجمهور النادي الاهلي والحمد لله، وان شاء الله الموسم الجديد نكون افضل من الموسم ده باذن الله. يعني واللي اول بطوله بالنسبه لك بتمثل لك ايه؟ والله بطوله غاليه طبعا، وبهدل البطوله لوالدتي ووالدي واهلي كلهم وجمهور النادي الاهلي، عشان احنا تعبنا فربنا كرمنا في الاخر باذن الله. مليون مبروك. الله يبارك فيك وليد ازارو الجولدن بوي، مليون مبروك كنجم النهارده، اغلى بطوله دوري ممتاز للنادي الاهلي بيحققها في تاريخه، اللقب رقم 41، 41 دوري عام. شعورك ايه وانت بتفوز مع النادي الاهلي باغلى بطوله للنادي الاهلي؟ الشعور عادي بالنسبة للأهلي، فزي ما قلت 41 دوري ولسه إن شاء الله كتير جاي. الموسم ما كانش سهل بالنسبة لنا، بس الحمد لله للكل اللي ركز من أول ماتش لحد آخر ماتش كون فارق، فبشكر اللعيبة كلها وبشكر النادي كله من طاقم تقني، من لعيبة، من مسؤولين، من أي واحد،
قدم كل ما عنده عشان في الاخر نفوز باللقب ده. ومبروك للنادي الاهلي كله ومبروك جمهور الاهلي. مليون مبروك. مستمرين كابتن اسلام مع نجم من نجوم وسط الاهلي عمرو السوليه، نجم معلم وسط الملعب. مليون مبروك فوزك ببطوله الدوري، بطوله غاليه 41 لقب. لا لا، النادي الاهلي بيكتب تاريخ، بيكتب تاريخ فين؟ الحمد لله. طبعا يعني ناس رمضان، ناس كتير كانت بتشكك فينا من بدايه الدوري وبيحاربونا ونفسهم ان هم ياخدوا الدوري، بس يعني الحمد لله يعني تعب اللعيبه دي واللعيبه وعدت الجمهور بعد ماتش سان داونز ان احنا ناخد الدوري، كنا على قد الوعد ده. الحمد لله اللعيبه دي رجاله وتستاهل كل خير والله. اللعيبه كلها تعبت والجهاز الفني والعمال كله تعب، كله كان على قلب راجل واحد ان احنا ناخد الدوري. الحمد لله الدوري لسه في الجزيره ومش هيطلع من الجزيره ان شاء الله. مليون مبروك يا سليه. الله يبارك. رمضان صبح اللي ضحى بحاجات كتير قوي عشان يكمل في النادي الاهلي. رمضان مليون مبروك، لقب غالي رقمه رقم 41. حدث ولا حرج عن القاب النادي الاهلي، حدث ولا حرج عن انجازات النادي الاهلي. الحمد لله. اول حاجه بشكر ربنا، اللعيبه دي كلها رجاله، والجمهور اللي جه واقف معانا من ساعه ماتش سان داون احنا بنشكره كتير قوي، وهم كانوا واقفين معانا وفي ظهرنا دايما، ولما هم قالوا لنا الدوري في الماتش احنا لبينا الوعد، واللعيبه دي كانت رجاله والحمد لله على المكسب. الحمد لله بنهدي للجماهير ومجلس الاداره واللعيبه كلها رجاله والحمد لله، وان شاء الله مزيد من البطولات للنادي الاهلي. ما فيش تهديل لكابتن اكرامي ولا شريف ولا اي حد. طبعا شريف كان معانا. خلص على نفسك اهو. لا لا لا، الكابتن اكرامي طبعا حبيبي، وشريف ربنا يكرمه ويرجع بالسلامه لنا تاني. لا، المدام في البيت بقى وشها حلو عليا الحمد لله، ان شاء الله الفتره دي تبقى خير علينا، واللعيبه دي كلها رجاله ونستحق المكسب ونستحق الدوري والحمد لله. لسه الاهلي عنده مزيد. طبعا اكيد حبيبي. مروان محسن هداف هداف مروان محسن هداف مصر والنادي الاهلي مليون مبروك. ظلمت كتير يا مروان وربنا بيكافئك النهارده بفوز بطوله الدوري رقم 41. الانجازات والتاريخ مش هتلاقيها غير في النادي الاهلي. الحمد لله طبعا مع شكر الله بالاخص الاهلي، طبعا نادي كبير طبعا، والجمهور كان لازم يعني يستاهل بطوله السنه دي. الحمد لله طبعا السنه اللي فاتت دي كلها كانت يعني ارهاق معانا وحصل معانا ضرب معانا كتير، والحمد لله احنا قدرنا نفرح الحمد لله ونجيب الدوري الحمد لله، وكنا على قد مسؤوليه اللعبه كلها والجهاز الفني ومجلس الاداره ما كانش متاخر علينا حاجه، وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن لينا ومزيد من البطولات ان شاء الله. الاهلي يعني منتصر منكم المزيد من البطولات. اكيد طبعا يستاهل، طبعا الجمهور يستاهل اكتر من كده طبعا، وان شاء الله الفتره الجايه كلنا نبقى على قلب راجل واحد ان شاء الله ونجيب بطولات النادي اكتر واكتر. حبيبي الله يبارك فيك حبيبي. كابتن اسلام مستمرين مع نجم من نجوم اللقاء، النجم اللي اتظلم كتير والله العظيم، والناس ضغطت عليك جامد قوي، وانا عارف انت بتعمل ايه، وقلت الاسبوع اللي فات انت موت نفسك في التمرين ولفت النظر ومستر لاسارتو طلع يتكلم عليك وقال حسين مفاجاه. حسين النهارده بيجيب جونين، ربنا عالم بنيتك وربنا عالم انت بتخلص قد ايه الفانيلا الحمراء وشعار الفانيلا النادي الاهلي، وربنا كافئك النهارده بجونين بيخلصوا بطوله الدوري العام رقم 41 للنادي الاهلي. والله بسم الله الرحمن الرحيم، والله الحمد لله طبعا يعني لكل مجتهد نصيب. احنا كلنا تعبنا، مش انا بس والله، احنا كلنا تعبنا الفتره اللي فاتت، احنا كلنا على قلب واحد، كلنا عايزين نحقق البطوله، فالحمد لله يعني ربنا كرمنا وقدرنا نحقق بطوله. بطوله صعبه جدا، كان نادي الزمالك فريق عننا بضمان كتير، بس احنا الحمد لله ما يئسناش، قدرنا احنا الحمد لله نرجع تاني، واللي احنا ما يئسناش والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نحقق بطوله الدوري، ودي كانت حاجه مهمه. وبالنسبه ليا والله انا مش مركز مع اي حد والله بيتكلم عليا، اللي بيتكلم والله كل واحد عالم بنيه الواحد، زي ما كل واحد قال ب 150 160 مليون، والله انا الحمد لله يعني كل واحد عارف انا بكام، انا جايب 5 مليون دولار غير اللي انا متنازل عنهم، فمش فارق معايا كل واحد الرقم اللي بيقوله، انا مركز مع نادي الاهلي. نادي الاهلي طبعا نادي الاهلي نادي كبير، ما حدش يقدر يتكلم عليه ولا يقول حاجه وحشه. انا اتنازلت عشان خاطر حبا لنادي الاهلي وجمهور نادي الاهلي واللعيبه والجهاز اللي انا وكابتن محمود الخطيب اللي طبعا كلمني لحاجه كبيره، رمز كبير طبعا ان انا كنت لازم اجي العب معاه بعد ما كلمني، فالحمد لله طبعا يعني كان لازم ان انا اعمل ده كله عشان خاطر النادي الاهلي بس. اغلى عناق واغلى سلام مع احسن مدير كوره في مصر كابتن سيد. كابتن سيد طبعا يعني كابتن سيد كان ليه فضل بعد ربنا طبعا في حاجات كتير، كابتن سيد كان دايما معايا، كان دايما بيقول لي ما تيأسي، كان دايما بيقول لي ان شاء الله انت هترجع، انا عارف مستواك، انا عارف حسين هيعمل ايه، والحمد لله طبعا يعني قدرت اكون عندي كوره عندي في الاول وضيع كوره ابو سعود شالها ما اعرفش شالها ازاي، قلت بيشيلوا النهارده الحمد لله. انا عارف كويس قوي امكانيات، طالما انت بتلعب يعني بتراهن على امكانيات وقدرات، ممكن في بعض الاوقات تبقى الكوره بعيده عنك معاك ساك، لكن في النهايه دي ده احسن الشحات ودي امكانياته وقدراته. كابتن سيد عبد الحفيظ انجح مدير كوره، حسين مليون مبروك، وكابتن سيد بيبارك لك على هواك. كابتن سيد يعني من انجح مديرين الكوره في النادي الاهلي، وشغل كبير وانجازات تتوالى وتعب وليله طويله قوي، وكابتن سيد صابر وكله قال لك النادي الاهلي مش هياخد الدوري، قلت له ما هياخد الدوري والفريق كان بعيد قوي،
ورؤيتك اللي اتقالت هي اللي اتحققت من مسافه بعيده ومسافه طويله في نفس التاريخ ده يوم 24 يناير نفس الوقت ده احنا 24 دلوقتي 7 24/1 24/1 كان عندنا مباراه هنا مع مصر المقصه في نفس الملعب ده كانت مع مصر المقصه وكانت عندنا 27 نقطه وكان المتصدر عنده 41 نقطه يعني كان الفرق 14 نقطه صحيح كان لنا ماتشين عشان نلحق بعدد الماتشات نبقى متساويين لكن الفرق كان 14 عشان نوصل لرقم 8 لازم نكسب الماتشين وما بالك الماتشين كان انبي والزمالك وفي الدور الثاني كان متاجل لنا كمان الاسماعيلي والمصري الحمد لله طبعا دي هويه الاهلي ودي شخصيه الاهلي الواحد بيراهن عليها وممتد عبر الاجيال مش احنا بس اشتغلنا وتعبنا بشكر اداره النادي جدا وفرت لنا كل الامكانيات اللي احنا عايزينها من لعيبه وتحفيز بشكر اللعيبه واصرارهم وعزيمتهم بشكر اللعيبه الكبيره على اخلاصهم وعطائهم وفنائهم و كلامهم مع اللعيبه بشكر كمان الجهاز الفني تحمل ضغوطات كتير قوي من نقد كتير جدا جدا وناس كتيره جدا جدا كانت الموضوع بالنسبه لها شخصي الحمد لله على كل شيء عندنا فرحه كبيره جدا النهارده من حقك ان انت تفرح ده ألذ دوري مش مساله اصعب دوري اغلى دوري لا ده ألذ دوري يعني ناس كتيره غلطت في حقنا ناس كتيره جدا تجاوزت في حقنا لكن احنا خدنا الدوري يا بيه تاني خدنا الدوري يا بيه فبنسامح كل الناس الحمد لله على كل شيء الحمد لله بنسامح كل الناس على اللي حصل ده تبقى مباراه يوم الاحد اللي جاي مباراه رقميه مع نادي الزمالك طبعا مش هتقدم ولا اتاخر في الدوري لكن تبقى مباراه الاهلي والزمالك هي مباراه الاهلي والزمالك النهارده هنفرح وننزل بسين ونعمل كل حاجه اللي احنا عايزينها واللي ما عندوش بسين ينزل يقعد في البانيو واللي ما عندوش بانيو يقعد في الحوض حقك ان انت تفرح اضحك كتير جدا النهارده خليك سعيد جدا الحمد لله على كل شيء خليك فخور بناديك خليك فخور باللي بيمثله ناديك خليك دايما ورا النادي انا بعني الكلام اللي بقوله كويس قوي الحمد لله طبعا كان عندي رهان كبير جدا جدا على شخصيه الاهلي وكان رهان كبير اكبر على جماهير النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي من اول يوم بعد يناير اللي فات كلها كانت عندها ثقه في اللعيبه كانوا بيغنوا للدوري وكان الفرق لسه 6 نقاط الحمد لله طبعا على كل شيء الحمد لله مره تانية وثالثه ورابعه الحمد لله طبعا ونفرح فرحه كبيره جدا 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 لكن يعني مستنيين بعض الوقت كده لحد ما نخلص مباراه الزمالك على خير وبعد كده هنعمل حفله عائليه لازم نعملها لازم اللعيبه بزوجاتهم باولادهم بامهاتهم وخصوصا امهاتهم دعوات لا وحاجات تانية يعني هنعمل تيشرتات بتاعه النادي الاهلي هنعمل يوم خاص بفريق الكوره هنعمل اليوم ده خاص بفريق الكوره بعدين نشوف اداره النادي هتحتفل بألذ دوري ازاي وفق الاهلي فقط طبعا كابتن اسلام مكملين مع نجم من نجوم النادي الاهلي كابتن محمد يوسف مدرب العام مدير فني مدير كوره يخدم النادي الاهلي في اي موقع مليون مبروك كابتن محمد تعبتوا واجتهدتوا وتهاجمتوا كتير قوي لكن ربنا اداكوا على نيتكم وقدرتوا تفوزوا باللقب رقم 41 اغلى دوري النادي الاهلي الحمد لله زي ما انت قلت يعني بطوله غاليه علينا انا عايز الاول اشكركم انتوا بصراحه الكاميرا بتاعت النادي الاهلي وجروب النادي الاهلي وانت شريف وعويضه ودكروري وكل بقى مش عايز انسى وكله وكريم والناس اللي جت طلعت معانا في المعسكر وعمر ربيع فانا بشكركم كلكم طبعا وطبعا على راس المنظومه طبعا استاذ محمد العدل انما انا عايز في نفس الوقت كمان ااكد ان البطوله دي احلى بطوله احنا خدنا 40 دوري قبل كده لكن ده احلى بطوله لينا النادي الاهلي السنه دي واجه كل المشاكل وكل العقبات وكل الصعوبات اللي ممكن يقابلها في بطوله سواء على مستوى الفني في كفريق على مستوى ضغط المباريات على مستوى حتى تحديات لمجلس الاداره ولينا احنا كفريق اول وكمسؤولين يمكن انت قلت حاجه انا بدات الموسم مدير كوره ومدرب عام وبعد كده طبعا انا الحمد لله النادي الاهلي خيره على لعيبه كتيره وخيره على مسؤولين كتير وخيره على مدربين كتير ما نقدرش نقول النادي الاهلي لا ولا دايما نبقى تحت امر النادي الاهلي فانا بقول السنه دي الواحد الحمد لله اشتغل في كذا حته وفي كذا حاجه وفي كذا منصب اخيرا مدرب عام مع مستر لاسارتي والجهاز لكن في النهايه الحمد لله كنت اتمنى ان احنا نطلع احنا ببطولات اكتر من كده الموسم ده لكن الحمد لله ان احنا بنينا بشكل كويس لا بنينا بشكل كويس مهم جدا ان احنا بنينا بشكل كويس في يناير وده ان شاء الله نتائجه هتبدا تظهر اولها بطوله الدوري السنه دي ولسه عندنا تحديات قادمه ان شاء الله بقول مبروك للنادي الاهلي بقول للنادي الاهلي خليك ورا جهازك خليك ورا لاعبتك بلاش التشكيك بلاش الكلام انا مش عايز اتكلم كتير احنا الحمد لله مخلصين للنادي الاهلي قوي مخلصين لمصلحه النادي احنا اولاد النادي الاهلي ملناش اي مصالح اي واحد فينا بيقبل مهمه معينه خلاص بيبقى هو عارف خصائص المهمه دي وعارف ايه المهام بتاعه الموضوع ده
وبيقوم بيها. فالحمد لله ربنا نصرنا في الاخر ببطوله غاليه جدا، بطوله بيتمناها مدربين النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي، بقول لهم مبروك، بطوله كنا بنتمناها وجت في وقتها، وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله. مليون مبروك يا كابتن محمد. ربنا يخليك يا شيخ. كابتن اسلام مستمرين معاك في 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 يوم اهلاوي خالص، الليله ليلتك يا نادي، الليله ليلتك يا اهلي، اللقب رقم 41 في تاريخ النادي الاهلي، حدث ولا حرج، بطولات زي ما انت عاوز تقول تقول، النادي الاهلي عودنا دايما طول عمره ببطولاته وبانجازاته، ويبقى الاهلي فعلا فوق الجميع. كابتن اسلام مستمرين معاك في لقاءات خاصه وحصريه لشاشه قناة النادي الأهلي، مكملين معاك يا كابتن إسلام في تغطية خاصة وحصرية لشاشة قناة النادي الأهلي. ألف مبروك يا أهلاوية، عايزينكم تفرحوا النهاردة، عايزينكم تتبسطوا النهاردة، سهرانين مع حضراتكم، هنجيب لحضراتكم كل أفراح النادي الأهلي وكل لاعبي النادي الأهلي. ولكن دائما كما تعودنا من داخل النادي الأهلي والناس الأهلاوية اللي مذاكرين النادي الأهلي وعارفين النادي الأهلي، عارفين إن إحنا هنفرح النهاردة عشان عندنا ماتش يوم الأحد، فهنفرح النهاردة لغاية الفجر مفيش مشكلة، بعد الفجر كل اللعيبة تنام، تصحى تبتدي بقى تفكر في مباراة يوم الحد القادم. هذا هو قدر النادي الأهلي، هذا هو النادي الأهلي. دائما فزنا ببطولة أفريقيا مع الصفاقسي، قعد معنا الكابتن محمود الكابتن حسن حمدي رئيس النادي في ذلك الوقت، الكابتن محمود الخطيب ومستر مانويل جوزيه، الثلاثة قعدوا معنا الحقيقة قالوا لنا كلمة واحدة بس، البطولة دي خدناها دخلت الدولاب، خلاص نفكر في مباريات الدوري بعد كده. وبالتالي النهاردة إن شاء الله هنفرح وهنتبسط مع حضراتكم، وهنفرح وهنتبسط لغاية الفجر مع اللاعبين ومع كل المسؤولين في النادي الأهلي. ولكن بعد كده إن شاء الله هننام وهنصحى نبتدي بقى نفكر في القادم. القادم هو مباراة نادي الزمالك يوم الأحد القادم. زي ما حضراتكم شايفين اللعيبة مبسوطة، اللعيبة فرحانة، الجهاز الفني مبسوط، الجهاز الفني فرحان، مجلس إدارة النادي الأهلي فرحان، كل حاجة الحمد لله على أكمل وجه، جمهور النادي الأهلي مبسوط وفرحان، لأن أمور كثيرة جدا. العادي أن النادي الأهلي يفوز بالدوري، ولكن أمور كثيرة جدا حصلت السنة دي هنبتدي بقى نعددها لحضراتكم خلال الكام يوم اللي جايين عشان نقول لكم إيه اللي حصل مع النادي الأهلي. ولكن يظل النادي الأهلي دائما شامخا وما عندوش أي مشكلة مع أي حد، هو بس فقط مجلس إدارة بيحاول يحافظ على اسم النادي الأهلي. مجلس إدارة عايز يكسب الدوري، عايز يكسب البطولة الأفريقية بمنتهى الشرف وبمنتهى الأخلاق. عودة تاريخية أخرى بعد الكلام اللي أنا قلته لحضراتكم، هناك عودة تاريخية أخرى، موسم أنا مش عارف أسميه 18-19 ولا 19-20، لكن هو موسم 18-19. هذا الموسم وعودة تاريخية للنادي الأهلي، هذا الموسم الاستثنائي، هذه الكلمة اللي الكل زهق منها، الاستثنائي الاستثنائي الاستثنائي. وخلال الفترة اللي فاتت وفي الوقت اللي حصل فيه اللي أنا هوريه لحضراتكم حالا دلوقتي، النادي الأهلي كان ترتيبه في المركز زي ما حضراتكم شايفين كده، المركز ال 18. طبعا كان في مباريات مؤجله وكذا 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 عشان التاجيل والبطولات الافريقيه وحاجات كتيره جدا حضراتكم عارفين. فالنادي الاهلي كان اقل فريق لعب مباريات في الوقت ده، ولكن وصل للمركز ال 18. حصل ايه بعد اسبوع او بعد ما رجع يلعب النادي الاهلي؟ ورينا اللي بعد كده، ورينا المستند اللي بعد كده. وصل النادي الاهلي للمركز ال 17. انا بس هجيب لكم المراحل واحده واحده، وافتكروا الناس اللي كانت بتتريق على النادي الاهلي، ها؟ خدوا بالكم من الكلام اللي احنا بنقوله. في المركز ال 17 هنا كان النادي الاهلي، بعدها باسبوع او باسبوعين تقريبا وصل النادي الاهلي للمركز ال 17. اللي بعدها اللي بعد كده النادي الاهلي هنا في المركز ال 16. انا بجيبها لكم واحده واحده، 18 17 16. هذا هو البطل. بطل دايما بيصعد من تحت لفوق واحدة واحدة كده، والكل عمال يتكلم ويتريق ويعمل ويهجس زي ما انتم شايفين. الأهلي هنا في المركز ال 16. اللي بعد كده يا سمير لو سمحت. طيب اللي بعد كده كله، اللي بعد كده كله، بس خلينا الأول نروح نشوف غرفة ملابس النادي الأهلي ونشوف اللاعبين وهم مبسوطين النهاردة بعد هذا الدوري الرائع، دوري رقم 41. ومنافس النادي الأهلي في هذا الدوري هو لاعب النادي الأهلي ونجم النادي الأهلي حسام عاشور، اللي عنده 12 بطولة دوري. خلينا نروح نشوف جمهور النادي الأهلي وفرحة لاعيبة النادي الأهلي.
حمام السباحه زي ما حضراتكم يا حمام السباحه الله يا جماعه يلا يا جماعه اهلي اهلي الظلمة الفترة الأخيرة مليون مبروك كرة الدوري عالية جدا النهارده مستر ياسر تبيران عليك وتكسب الرمان النهارده وتفوز باللقب وتقدم النهارده مباراة ولا أروع ولا أجمل والله الحمد لله طبعا كل شيء يعني الواحد فرحان طبعا جدا تعب سنة كاملة ربنا عوضك خير في الآخر عشان كل واحد في الأوضة دي وكل واحد في الفرقة دي تعب وأدى أقصى ما عنده عشان كده ربنا عمره ما بيضيع تعب حد احنا الناس كلها وقفت قدامنا عشان عايزين يوقعونا وعايزين يقللوا من قدراتنا لكن احنا الحمد لله ردينا على كل واحد فيهم وردينا على كل واحد بيشكك في اي لعيب هنا والحمد لله يا ربنا ردينا على قد نيتنا والحمد لله طبعا على كل شيء يعني توقعت اللي هتلعب النهارده؟ لا بصراحه محدش كان يلعب خالص وايا كان مين اللي كان هيلعب اهم حاجه نكسب نبقى زي دلوقتي اهم حاجه نكسب بالظبط اليوم مبروك يا نجم يا مستقبل الناحيه اليمين في مصر كلها ربنا يخليك كابتن سامي ومصان يا عمي كابتن سامي مليون مبروك ومستر لاسارتي وجهاز جهاز الحمل من نقطه ومستر لاسارتي بنبارك له في اول بطوله للنادي الاهلي رقم 41 النادي الاهلي مليء بالبطولات muy importante بطوله مهمه جدا بالنسبه لنا هو mucho momentos difíciles كان في اوقات صعبه جدا في البطوله دي bueno el grupo creció لكن الفريق قدر يوصل اللي هو عاوزه siguió peleando وحارب لحد ما يوصل لده me parece merecido وانا اعتقد ان البطوله دي مستحقه احنا كسبناها عن استحقاق الكل قال النادي الاهلي مش هياخد الدوري السنه دي الاهلي بعيد خالص وعلشان يحصل المتصدر من المستحيل الجهاز الفني قال لا الدوري للنادي الاهلي ومدير الكوره قال الدوري للنادي الاهلي وبالفعل الاهلي اخذ الدوري لا رياليداد اس كي الاهلي ganó el campeonato sí por eso digo me a mí parece merecido لهذا السبب اعتقد انه احنا نستحق الدوري conseguimos un porcentaje de triunfo muy importante muy alto احنا وصلنا لنتيجة عالية جدا así que bueno estamos muy contentos lo que ganamos سعداء بالنتيجة دي طبعا كل الجماهير النادي الاهلي ¿Qué quieres decir para el público de la liga? No, que festejen el fútbol. احتفلوا وافرحوا بالنتيجه دي فوتبول تدا muchas cosas الكوره بتديك حاجات كتيره no hay momento de felicidad hay que disfrutarlo لما يكون في وقت سعيد لازم تحتفل بيه جماهير النادي الاهلي بتعشق المدير الفني اللي بيجيب بطولات مستر لاسارت حط رجله او حط قدمه على اول طريق العشق والحب لجماهير النادي الاهلي mucho al director técnico que consigue campeonato estás en el camino de estos campeonatos hay que seguir trabajando لازم نستمر في العمل veremos ahora hay que disfrutar de esto نستمتع ونحتفل بالفوز بتاع النهارده. هي لوك جديد يا زهر بيه بعد معسكر اسبانيا كان وش الخير على النادي الاهلي. بينتا كي تينيس كون لا باريجا. نو لوك. نو لوك. Te ha dado buena suerte, buen augurio para el También gané con sin bigote, sin barba. وبرضه من غير دقن وشنب كسبت قبل كده. اليوم مبروك. كابتن ياسين مستمرين معاك مع واحد من اهدى مديرين الفنيين في مصر كابتن سامي قمصان وصاحب انجاز مع حرس الحدود وصعوده لدوري ممتاز اشتغلت مع النادي الاهلي في هدوء وفي صمت هاجمته كتير واتحاربته كتير ورغم كده مخل بالكلام ما بتتكلمش خالص وكلام وضغط فيش العبره في النادي الاهلي بالنتائج وبتردوا بالنتائج بتفوزوا باغلى بطوله الدوري رقم واحد زي ما انت قلت طبعا اهم بطوله دوري لاسباب كتيره جدا يعني زي ما انت بتقول كل المنظومه في النادي الاهلي اتحاربت لا بطولة غالية كاراخو دي كلمة هو راجل برتغالي يفضل يقولها لنا
بتقول مبروك والنهارده بتحقق لقب جديد ودوري واغلى بطوله. طبعا طبعا بطوله غاليه علينا وبطوله صعبه وتعب سنه كامله الناس شككت فينا، والحمد لله النهارده بنثبت للناس ان احنا احسن لعيبه في مصر واللعيبه كلها قادره ان هم كانوا رجاله، والحمد لله لعبنا الماتش بصورتنا الطبيعيه بعيد عن اي كلام كان بيتقال، والحمد لله ربنا توج مجهودنا، وبشكر اللعيبه كلها اللي لعبت واللي ما لعبوش والناس اللي بره واللي مشيت، الحمد لله على كل شيء. فرحه ابطال النادي الاهلي بالفوز بالدرع رقم 41 زي ما حضراتكم شايفين فرحه كبيره، فرحه مهمه لانه كان موسم صعب جدا، المتاجل اتاجل، يعني حاجه غريبه جدا شفناها خلال هذا الموسم، المتاجل اتاجل مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وعشره لغايه برضه ما النادي الاهلي هو من فاز بدرع الدوري العام المصري موسم او النسخه رقم 41. عايز اقول لحضراتكم دور مجلس اداره النادي الاهلي في هذا الفوز، دور مجلس اداره النادي الاهلي كان دور رائع جدا ودور قوي جدا، المشرف على الكوره كابتن محمود الخطيب النهارده أو خلال هذا الموسم عمل أشياء كثيرة جدا جدا، جاب مدير فني زي مستر مارتن لاسارتي، مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين جم في شهر واحد غيرت شكل وأداء النادي الأهلي، أصبح للنادي الأهلي تقل كبير جدا جدا جدا. ألف مبروك الحقيقة لمجلس إدارة النادي الأهلي، مجلس إدارة النادي الأهلي يستحق الشكر على كل حاجة حضراتكم شفتوها خلال الفترة اللي فاتت، وكل ده بيتعمل ليه؟ بيتعمل عشان خاطر حضراتكم، بيتعمل عشان خاطر يوم زي ده حضراتكم تكونوا فرحانين وحضراتكم تكونوا مبسوطين بما يحدث داخل النادي الأهلي. البطولة دي إن شاء الله تكون الخطوة الأولى في الدخول في البطولات القادمة، سواء بطولة أفريقيا أو كأس مصر أو بقية البطولات اللي هيلعبها النادي الأهلي، ولكن يجب على لعيبة النادي الأهلي أن تنتظر نهاية الدوري العام المصري. إن شاء الله يوم الحد القادم هو نهاية الدوري العام المصري، وإن شاء الله بعد يوم الحد نفرح مرة تانية، وإن شاء الله بعد يوم الحد هنعمل لحضراتكم سلسلة ماذا فعل مجلس إدارة النادي الأهلي، وبالمناسبة سواء إيجابيات أو سلبيات هنعملها مع حضراتكم، ولكن ما زالت الأفراح مستمرة في مقر النادي الأهلي في الجزيرة، وزي ما حضراتكم شايفين فرحة كبيرة، فرحة مهمة جدا، وفرحة كل جمهور النادي الأهلي مبسوط وسعيد وفرحان. أكمل بس لحضراتكم أخيرا، النادي الأهلي كان في المركز الخامس في وصل في جدول الدوري في المركز الخامس، البعض قال لك إيه؟ قال لك يا جماعة أصل المركز الأهلي في منطقة أو في منطقة دافئة، كان بيتكلم باللغة العربية كده، في المنطقة الدافئة. فالمنطقة الدافئة النادي الأهلي كان في المركز الخامس أو السادس، هنا في المركز الخامس في المنطقة الدافئة. بعد المنطقة الدافئة بقى طلع للمنطقة اللي فيها تلج، المنطقة الساقعة، المنطقة اللي دايماً بتبقى هي أحلى حتة في الدوري العام المصري، وهي قمة الدوري العام المصري، وتصدر النادي الأهلي قمة الدوري العام المصري، وخد الدوري قبل نهايته بمباراة. خد الدوري قبل نهايته بمباراة ليعود النادي الأهلي كالعادة الحقيقة وللمرة رقم 41 ويصبح بطلا للدوري العام المصري موسم 2018-2019. قبل بس ما أروح لكابتننا الكبار الكابتن شريف وكابتن حشيش وكابتن بلال، لأن ليهم فرحة تانية الحقيقة وشوفنا فرحتهم أو هنشوف فرحتهم خلال الفترة اللي جاية، ولكن خلينا نطلع برضو نشوف كليب كده نفرح مع حضراتكم، وانتظروا لسه في أشياء كتيرة جدا 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 خلال الساعتين ثلاثة اللي جايين عاملين لحضراتكم. زي ما قلت لحضراتكم النهاردة احتفالات، من بكرة هنبتدي بقى إيه تاني، هنقرب البدلة كده، هنقرب الجرافطات يا كباتن، ونقول إيه احنا عندنا ماتش مهم جدا يوم الحد اللي جاي، وماتش إن شاء الله يستطيع النادي الأهلي أن يفوز بيه ويفرح أو يكمل سلسلة الفرحة للجماهير. 11 راجل في الملعب قدروا يخلونا ناخد الدوري العام المصري في نسخته 41. دائما هم أبطال النادي الأهلي في نسخته أو في نسخة الدوري رقم 41، والبقية تأتي إن شاء الله. نهني حسام عاشور بالدوري رقم 13 الموسم اللي جاي إن شاء الله إن شاء الله، ويصبح حسام عاشور هو منافس النادي الأهلي في الدوري العام المصري، بعد ما كان دلوقتي حسام عاشور رقم وصل الدوري رقم 12 السنه دي 12 صح؟ 12 لحسام عاشور. الف مبروك يا كابتن هدي المنافس. الف مبروك يا كابتن شريف، الف مبروك يا كابتن حشيش، الف مبروك يا كابتن بلال، فرحه كبيره، فرحه مهمه، ولكن كالعاده الحقيقه دايما بنبقى مبسوطين ونبقى فرحانين النهارده، وهنقعد وهنحتفل وهنعمل، ولما نيجي بقى الاستوديو اللي جاي هنقعد بقى ايه ندوس شويه نركز شويه. الف مبروك يا كابتن شريف، الف مبروك علينا كلنا، الف مبروك جميل النادي الاهلي، الف مبروك العيله الواحده،
انتصرت المبادئ والاخلاق. مظبوط. يعني الف مبروك لكل من سندنا 41 بطوله الدوري. البطوله دي بمليون لوحدها، وده كلام الحاج مصطفى عبده من عيش من حوش عيسى في الصعيد. يعني الناس كلها قاعده تهني وقاعده تبعت وقاعدين نرد عليهم وهم في قمه الفرحه. كنا نتمناها اهلاويه مصريه ببطوله افريقيا الحقيقه، انما طول ما الاهلي كويس طول ما احنا نطمن على منتخب مصر وهنطمن على لاعبتنا. قد ايه اللعيبه النهارده كانت الحقيقه بتلعب بهدوء واحنا مش متوترين وحاسين ان هيكسبوا في اي وقت. قمه الفير بلاي في المباراه، المباراه لاخر دقيقه بيقاتل فيها المولين العرب، مباراه تليق بان احنا فعلا النهارده نقول كلمتنا ان احنا خدنا الدوري. هارد لك لكل الفرق اللي كانت موجوده، وبنشكرهم على المجهود العظيم اللي عملوه السنه دي الحقيقه. ان كان نادي بيراميدز، نادي الزمالك، بيراميدز اللي عمل شكل في الدوري شكل جميل جدا، هو اللي خلانا في المراجيح اللي احنا كنا شفناها ده. غير بس انا عايز انوه على حاجه واحده، انا عمري لعبت في النادي الاهلي، كلكم لعبتوا في النادي، عمرنا ما عدى علينا سنه بهذه الاصابات ولا بهذه الشكليات ولا تداخل البطولات ورا بعض. مؤجل يتاجل مؤجل الدوري بيتعمل على المزاج، الجدول بيتعمل على المزاج، ويخش بطوله افريقيا جدا يعني. لكن خلاص حالات الدوري العام، خلينا حالات جميله. بهني نفسي وبهنيكوا وبهني كل الاهلاويه، وعبال يوم الحد وعبال كاس مصر وعبال ما نقعد دايما في الرايه الحمراء والعيله الواحده اللي دايما بتفرح الدنيا كلها. الف مبروك يا كابتن حشيش، ويعني النادي الاهلي يستحق الحقيقه ان يكون بطلا للدوري. تريق البعض على النادي الاهلي وقال كذا وقال كذا وقال كذا، ولكن في النهايه البطل هو البطل. عايز اقول طبعا مبروك لجمهور النادي الاهلي كله في مصر والوطن العربي. لو سالت اي واحد في جمهور النادي الاهلي السنه دي الدوري ده بالتحديد يقول لك بص ال40 اللي فاتوا دول كوم، والدوري ده بالتحديد كوم. اولا النادي الاهلي شاف زي ما انت قلت اصابات كتيره جدا، شاف ظروف صعبه جدا، تحامل عليه من جهات كتيره جدا، تطاول من ناس كتيره طبعا، تطاول من يعني من ناس كتيره، مجلس اداره استحمل السنه دي يعني بما فيه الكفايه، وما شفناش في يوم من الايام خلال الموسم حد من مجلس اداره او رئيس مجلس الاداره او الاعضاء او حد مسؤول في النادي الاهلي او حتى هنا في القناه اسلام حد طلع قال كلمه في حق حد غلط ولا حاجه. عمرنا هنطلع يا كابتن خالص، عمرنا ما هنطلع حتى واحنا اقوياء واحنا كسبانين طبعا. بنهنئ الجميع وبنهنئ الجميع على الدوري زي ما شفنا يورجن كلوب وجوارديولا عملوا ايه بعد المباراه، بعد الدوري الانجليزي وفوز الدوري وفوز مانشستر سيتي وحسم في اخر مباراه، سلموا على بعض وقالوا ان احنا نتمنى ان احنا نشوف بعض. احنا نتمنى ان شاء الله الموسم اللي جاي نادي الزمالك ونادي بيراميدز يكونوا افضل ويقدروا يخشوا في منافسه اقوى مع النادي الاهلي، لانه ده كله في مصلحه جمهور مصر. يعني الرد الكافي لفرحه اللعيبه دي اللي انت شفتها في اوضه اللبس، فرحه الجماهير، شايف الاهلي الجزيره عامل ازاي، واكيد مدينه نصر وزايد وبقيه الفروع طبعا الفرحه كلها. يعني انا احنا كلنا شايفين على الفيسبوك وعلى الواتساب كل الناس بعت لنا مباركه من كل انحاء مصر. يعني فرحه كبيره جدا. الموسم ده زي ما بقول لك موسم خاص، الدوري كان قوي جدا جدا، زادت المنافسه بقت من اكتر من نادي الدوري لغايه الاخر. ظروف النادي الاهلي من البدايه كانت الناس كتيره بتستهزأ تقول لك استحاله السنه دي، يعني النادي الاهلي بياخد الدوري دايما وعلى اخر لحظه، انما السنه دي صعبه قوي، بعيد قوي، القصه صعبه قوي. اللعيبه الحمد لله باراده اللعيبه والجهاز ومجلس الاداره ومسانده الجمهور الحمد لله خدنا بطوله كبيره جدا عزيزه جدا، بطوله 41. ان شاء الله باذن الله هنفرح النهارده كتير جدا جدا، وان شاء الله هنكملها برده المباراه اللي جايه باذن الله. الف مبروك يا بلال، واحد من اللاعبين الكبار اللي كانوا في النادي الاهلي، يعني اعتقد فرحتك مضاعفه النهارده. طبعا مبروك للنادي الاهلي، مبروك للعيبه دي، مبروك للجهاز الفني، لمجلس الاداره، مبروك كمان للجمهور اللي اتحمل كتير جدا السنه دي. يمكن اول سنه تمر على جمهور النادي الاهلي في تحديات، مش احنا بس، جمهور كمان في، يعني يا كابتن يا ترى هناخد البطوله؟ صحيح. البطوله بعيده وعندهم امل، الناس كلها عندها امل ان احنا ناخد البطوله، ولكن الامل كان بعيد شويه، ولكن مش مفقود. جمهور النادي الاهلي عمره ما فقد الامل، زي ما احنا بالظبط ما بنفقدش الامل. احنا كنا هنا مع بعض يمكن مشوار طويل طول الفتره اللي فاتت يا اسلام،
كنا عارفين ان الاهلي جاي وهيوصل وفي وقت من الاوقات هيتم التتويج. امتى احنا مش عارفين، لكن عارفين ان الاهلي عندنا ثقه كبيره جدا، لان احنا جربنا الروح دي، جربنا الشكل ده، جربنا كل حاجه في النادي الاهلي، جربنا ازاي تبقى في اخر حته في الدنيا كلها وتوصل عشان تاخد تبقى بطل دوري، عشان تتوج. البطوله دي جميله عشان صعبه، يعني البطولات اللي فاتت كلها كنا بناخدها بسهوله جدا. عشان كده انا بهني الانديه بالزبط. كلها اللي موجوده حلو بالزبط. الانديه عملت، يعني الانديه حسستنا بقيمه الاهلي السنه دي. مظبوط. بمدى قدراته وامكانياته. مظبوط. قبل كده احنا القدرات والامكانيات خلاص احنا مزبوط. عارفين ان الاهلي هياخد بطوله. السنه دي وقت التحدي، وقت الصعوبه، ظهر اثبتنا قدراتنا وامكانياته. اثبت النادي الاهلي قدراته وامكانياته ومبادئه واخلاقه في كل الاوقات. تحديات بالالفاظ، تحديات بالكلام، تحديات بالافعال، بالتاجيل، بالغاء الماتشات، بالنقط، بالطرد، بالاصابات، كل السنه دي كانت كلها تحديات. عشان كده الدوري السنه دي قيمته اكبر من قيمه كل، مش عايز اقول معظم الدوريات لان مش كل الدوريات كانت سهله برضه. في دوريات زي ما انت قلت من شويه على الشاشه سندت واسردت حاجات كتيره جدا، سنوات طويله كنا برضه في المؤخره نتيجه ماتشات وظروف، وفي الاخر بالظبط احنا الحمد لله احنا دلوقتي في احنا دلوقتي في القطب الجنوبي خلاص متلجين لوحدينا. بص انا يمكن كان ليا تصريح من حوالي 3 شهور كده مع حد من الناس الاصدقاء المذيعين يعني، فكان الزمالك تقريبا فرق 9 نقاط والزمالك كان يعني في حاله التوهج يعني، فبيسالني بيقول لي الدوري، قلت له طبعا اهلي يعني ما فيهاش نقاش. طب ايه الثقه دي يا بلال؟ يعني ليه دايما يعني لعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي مهما تعمل وفي ظل الاوقات الصعبه جدا وفي ظل مهما كان المنافس اللي جنبك او بعيد عنك في النقاط، ومع ذلك فيجي عند كل واحد فينا عنده ثقه. اكلم الكابتن شريف يقول لي ما تقلقش ان شاء الله ربنا هيكرمنا في الاخر، يعني ما تقلقش بس لغايه لما الدنيا تتزور. اكلم الكابتن حشيش يقول لي يا عم ما تقلقش والله. اكلم بلال يقول لي نفس الكلام. تربيه اتربينا في الاهلي على كده. اتربينا في الاهلي انك انت عندك هدف هتوصل له، يعني هتوصل بالتحدي، بالاصرار، بالعزيمه، بالفنيات، بالروح، بالقتال، هتوصل للهدف اللي انت بتشتغل عليه. لان انت خد بالك يا اسلام، الاهلي عنده ميزه اعتقد فرق قليله في اوروبا برضو اللي عندها نفس الميزه دي، ان كل اللي بيدخل الاهلي بينصهر، محدش، واللي بيخرج من على النطاق بتاعتك بيطلع بره خالص، بيطلع بره المنظومه. فكل اللعيبه اللي دخلت الاهلي بتنصهر في الروح بتاعه النادي الاهلي. أيوه. عشان كده احنا دايما بنقول ايه، لا اللعيبه اللي موجوده دي، كل اللعيبه اللي موجوده النهارده، يعني يمكن انا قلت لك قبل المباراه، حاله اللعيبه ورغبتهم هي اللي تحسم، قبل الفنيات وقبل الروح وقبل الخطط وقبل الجمهور وقبل كل حاجه، الرغبه بتاعه اللعيبه النهارده هي اللي تحسم اللقاء. وفعلا النهارده رغبه لعيبه النادي الاهلي اللي حسمت اللقاء، مش اكتر من يعني، مش فيش حاجات تانية. مش هنقول لسارتي ابدع، دي كلها حاجات فنيه ممكن نتكلم فيها كتير جدا، لكن في الاول وفي الاخر النهارده مفيش لعيب في النادي الاهلي. فرحه اهلي مدينه نصر وجماهير اهلي مدينه نصر بتتويج الدوري، الاهلي بطل للدوري 41. كمل ابن الفضل. مفيش لعيب في النادي الاهلي النهارده تقدر تقول اثر في ثانيه، في لحظه من اللحظات. مفيش لعيب النهارده بخل في مجهود، في سبرنت، في باص، في انه يقطع، في انه ممكن يكون في بعض الروح بتاع الدكه كمان كل حاجة. بعد كل جول، كل حاجه، بص كل حاجه في اللقاء بتقول لك النهارده مباراه التتويج، مش بس مباراه عاديه، مباراه التتويج. عايز اقول لك كمان يعني، عايز الراجل النهارده قاعد بره لسارتي، يمكن انا بشوفه في بعض الاوقات النهارده مطمن، تحسه تحسه كده عنده يعني اللعيبه واقفه على رجليها جدا. بالظبط. صحيح. سبحان الله. بالظبط. يعني الراجل النهارده قاعد مش زي كل مره كويسه، قاعد كل مره بيبقى حاطط ايده على خده، يا ترى هفكر في ايه؟ يعني ال 10 دقايق الجايين هعمل ايه؟ النهارده تحسه عنده ثقه، عنده ثقه كبيره في اللعيبه داخل الملعب، في الاداء بتاع اللعيبه، لانه عمل معاهم اللي هو عايزه. اشتغل معاهم، اشتغل. عشان كده قلت لك دايما حضراتكم بتقولوا كده طول الموسم دوجلاس بس وشها حلو، دوجلاس بس هو ابيض، هو ابيض. فعايز اقول لك النهارده، لا النهارده تحس ان هو اليوم كله احمر حلو لذيذ، حتى الكرافته بتاعتك شكلها حلو لطيف كده شريف. ودي ضايعه يعني ولا ايه؟ مش فاهم. لا حلوه يا كابتن، دي يعني ملبسينها لك جوه، جاي من غيرها اصلا. فالنهارده يوم حلو طبعا. اللعيبه ليهم شكر كبير جدا يا استاذ. النهارده اللعيبه مضغوطه، النهارده طبيعي جدا انك بتلعب على دوري بتاع فرقه زي المقاولين، برضه عندهم امكانيات وعندهم قدرات وعندهم مدير فني جيد جدا، ولكن بتنزل بتأدي بتقاتل، انت اللي بتضيع. النهارده المقاولين يعني مش عايز اقول مفيش فرصه غير هي فرصه الهدف اللي تسجل منه الهدف اللي في الدقيقه 90 او الدقيقه 91 تقريبا، اللي سجل منه الهدف. بذل اقصى جهد، هو بذل اقصى جهد. انت يا كابتن الاكثر اصرارا، الاكثر رغبه، انت شايف اللعيبه النهارده بتلعب وهي شايفه درع الدوري بره الملعب،
يعني خلاص هم نازلين وعايزين يحطوه جوه الملعب او يحطوه جوه الجزيره. فهي دي الرغبات اللي كانت موجوده عند اللعيبه اللي احنا شفناها النهارده. يمكن يعني جمهور النادي الاهلي عايز اقول لك عانى كتير جدا السنه دي، كتير جدا، عانى كتير قوي، ولكن كان دايما عنده امل ان الاهلي هيصل الى منصه التتويج السنه دي، وده اللي حصل بالفعل يا اسلام. والاهلي فعلا كان قادر انه يصل لمنصه التتويج، وعجبني الحقيقه سيد عبد الحفيظ، انا ببارك له يعني مباركه خاصه لسيد. الحقيقه مجهود غير طبيعي، تحمل غير طبيعي، كان بيعمل حاجه كان بيعمل حاجه السنه دي مهمه جدا 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 بالظبط، انه بيحط ضغوط عليه هو كسيد كمدير كره وشالها من على اللعيبه، ودي حاجه مهمه جدا انك ما تحطش ضغوط. طبعا جدا جدا الحقيقه، يعني تشيل كل الضغوط من اللعيبه وتحطها عليا انا كمدير كره، مش هتاثر لان انا ما بقديش ما بشتغلش فنيا، لكن اللعيب ممكن يتاثر بالظبط، لكن اللعيب ممكن يتاثر. فبحييه وبارك له طبعا، ببارك كابتن الخطيب انه يعني دوري كان قاسي عليه جدا السنه دي جدا جدا جدا، سنه كامله قاسي الكثير. تحمل الكثير يا كابتن. احنا برضو خد بالك لما بتقع مرتين، احنا السنه دي بطولتين ضاعوا مننا، واحده في افريقيا، ثلاث بطولات اسف، ثلاثه ضاعوا مننا السنه دي، اثنين افريقيا واحده فيهم وصلت فاينل وكانت في ايديك، دي كان ممكن تعلت عليها العربيه. طبعا كنت حاسس والبطوله العربيه برضو سهل علينا، كانت في ايدينا برضو يعني، وخرجنا بمنظر يعني كان صعب شويه. فلما بيجي التتويج بعد صعوبات بيبقى له قيمه وطعم كبير جدا. تالي اغلى دوري ده بالنسبه للكابتن خطيب، اعتقد يا كابتن اغلى دوري. بيني وبينك الدوريات كلها ليها جمالها وليها حلاوتها، ولو السنه اللي فاتت تقول لي الدوري هقول لك اصله كان فيه صعوبات. اصل الدوري السنه دي مختلفه يا اسلام، انت بتتكلم على دوري وقف فتره وبعدين كملته تاني في بدايه موسم. زميلنا ايمن الكاشف كان بيقول من شويه ان هو 362 يوم، يعني طويل جدا يعني، ونظام غريب. واستنى، انا عمري ما انسى اول يوم انا دخلت في قناه النادي الاهلي، كان يوم 4/1/2019، كان يوم مباراة النادي الأهلي ضد نادي بيراميدز، وهزم النادي الأهلي في هذه المباراة بهدفين مقابل هدف، ولكن ثقتنا كانت كبيرة جدا جدا في النادي الأهلي وفي اللي هيعمله النادي الأهلي. وبالمناسبة يا جماعة، في هذا الاستوديو مع هؤلاء النجوم تم انتقاد النادي الأهلي وفريق صحيح. النادي الأهلي بمنتهى القوة في الوقت اللي جمهور النادي الأهلي كان بينتقد أيضا اللاعبين، ولكن ملعب الأهلي كان دائم الانتقاد في الوقت اللي كان فعلا الأهلي يستحق فيه الانتقاد. كابتن بلال، كابتن حشيش، كابتن شريف، ومجموعه اللاعبين كلهم، او مجموعه، انا اسف، المحللين اللي كانوا الكبار اللي كانوا موجودين او اللي موجودين معانا خلال هذه الفتره، منذ انا كنت موجود يوم 4/1، من 4/1 لغايه دلوقتي، كان كل واحد عنده حاجه عايز يقولها بيقولها مباشره على الشاشه بعيدا عن اي شيء. انتقدنا اداء النادي الاهلي عندما كان يحتاج اداء النادي الاهلي للانتقاد، انتقدنا مجلس اداره النادي الاهلي عندما كان مجلس اداره النادي الاهلي يحتاج هذا الانتقاد. وبعد الخروج من افريقيا برضه نفس القصه، وبعد الخروج من افريقيا تحديدا لو حضراتكم ترجعوا وتشوفوا. ولكن في النهايه، عشان كده لما هنيجي نتكلم الفتره اللي جايه هقول لحضراتكم بالدلائل والبراهين ماذا فعل مجلس اداره النادي الاهلي خلال موسم صعب جدا جدا جدا. بعد يوم الاحد ان شاء الله هيبقى عندنا ولو اسبوعين ولا حاجه او 10 ايام نقدر نتكلم فيهم مع حضراتكم ونقول لكم ماذا فعل مجلس اداره النادي الاهلي عشان حضراتكم تفرحوا الفرحه دي. استحمل قد ايه استحمل مجلس اداره النادي الاهلي وتحديدا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره لانه المشرف على الكوره في النادي الاهلي، استحمل قد ايه خلال الفتره اللي فاتت علشان حضراتكم تشوفوا الفرحه اللي حضراتكم شايفينها. ومع ذلك مفيش حد واقف، مع ذلك مفيش حد بيقول بنقول لبعض مبروك وكل حاجه، ولكن صدقوني كل التفكير في الفتره القادمه، كل التفكير في مباريات الكاس، كل التفكير في مباريات البطوله الافريقيه، بطوله دوري ابطال افريقيا، كل التفكير في بطوله الدوري السنه اللي جايه، كل التفكير هيبقى في بطوله كل هيحتفل النهارده وبدايه من بكره كالعاده وكعاده النادي الاهلي. بدايه من بكره كله هيفكر في اللي جاي، كله هيفكر في مباراه يوم الاحد، اولا مباراه نادي الزمالك ان شاء الله اللي هتبقى، اعتقد هتبقى الساعه 8، هنقول لكم دلوقتي امتى، وان شاء الله هنبقى عاملين لحضراتكم احتفاليه بعد المباراه كبيره جدا جدا جدا، لانه النادي الاهلي عايز يكسب المباراه اللي جايه. لعيبه النادي الاهلي عايزين يكسبوا مباراه الزمالك، وعايزين يكسبوا المباريات اللي قادمه، عايزين يكسبوا مباريات الكاس، عايزين يكسبوا مباراه البطوله الافريقيه. عموما النادي الاهلي دائما بيكسب جوه ارضه وبره. ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي. أنا كل شوية هقول لكم مبروك، لأن احنا ابتداء تاني وكل شوية هكرر هذا الكلام، ابتداء من بكرة. بكرة إيه؟ بكرة الخميس، هيبقى غالبا مش موجود، ممكن الجمعة والسبت بقى إن شاء الله هنرجع نتكلم تاني على مباريات الدوري ومباريات الدوري الباقية ونادي الأهلي هيلعب إزاي والكلام ده كله ابتداء من يوم السبت بقى مرة أخرى. كابتن شريف،
مش عارف اتكلم في فنيات ولا ايه رايكم يعني ايه هتجيب بعدها النهارده فرحه مش من الفرحه هنروح على الفنيات مش محتاجين فنيات هنبارك لحسين الشحات هنبارك نقول له قفلت الموسم بقبلك رد سمير بيعمل لك كليب والله ايه يا كابتن من الفرحه للفنيات من الفرحه للفنيات نبارك لحسين الشحات ده كيو كليب اللي جاي ايوه لا ده انا عامل لك حاجات ثانيه فقول لي في ناس عبوا بالذهب اكياس الله ايوه الله وفي ناس مش ناس ايوه وفي بشر ناس احنا الاهلي احنا الناس واحنا الكنوز واحنا الذهب وجماهيرها والماس بقى الذهب والماس بقول لك ايه انا بقولها لك على هوا كده من الوقت جماهيرنا من احسن ناس طب ثانيه واحده بس ممكن الكاميرا هناك اهي انا عايزك تبص للكاميرا وتقول الكلمتين دول تاني ده انا مألفهم والله دلوقتي ما كتبتش طب ما كتبتش انا بستغل فنيات لا دي ما كتبتش ايه يعني. انا بس انا انتصرت المبادئ والاخلاق وفي ناس بص للكاميرا عبوا بالذهب اكياس انتصرت المبادئ والاخلاق وفي ناس عبوا بالذهب اكياس تمام وفي ناس في الحصاله بتاعتهم 41 دوري وفي ناس ما نعرفش عندهم كام دوري وكام كيس من النحاس خلاص كده يعني مش كده انت نسيت انا جات لي الجلاله وانت نادي عايز مش عايز اقول في ناس وفي بشر وفي بشر مش يعني خلينا في الفرح خليني ابارك لحسين الشحات خليني ابارك لرمضان خليني ابارك لمعلول وخليني ابارك لينا احنا كلنا ان الحظ يخلي المباراه دي بعد البطوله عشان احنا نفرح هذه الفرحه ونبقى محتاجينها يبقى ربنا كان بيحضر لنا قدر الله ما شاء فعل فعلا احنا ليه تأجلت الدوري وزعلنا ان الدوري تأجل وليه طول وكمان عشان يبقى فيه في لحظه وفي ناس كانت الناس بتفرح فيها اذا كان الاهلي او كان هيكون الزمالك او كان في بيوت هتفرح والبلد كلها هتفرح زي النهارده كده فيبقى ربنا دايما بيحضر لنا فرحه فاحنا يعني مش عايز اقول لك انا سعيد النهارده بالشكل ده اللي هيدينا ويرسم لنا الخريطه بعد كده الخريطه اللي احنا هنمشي عليها عشان مصر برضو لغايه 2021 و2022 احنا برضو النهارده لما الاهلي بيبقى كويس يا اسلام هو اللي بيفتح لكل مين جاي الطريق ويشوف اللعيبه دي على حقيقتها واللعيبه اللي هي ما شاركتش يعني بصراحه النهارده يعني والواحد قاعد بيتفرج النهارده انا هسه ماتش دولي الواحد قاعد بيتفرج النهارده يعني طيب. هل عمرو السوليه ده ما يلعبش في المنتخب طيب. هل انا اسف يعني ان انا بطلعكم بره جو الفرحه رمضان لا. نرجع مره ثانيه لجو الفرحه واحد من نجوم الاستوديو التحليلي خلال موسم بالكامل الحقيقه زي ما قلت لحضراتكم تعبنا تعب مع حضراتكم او مع الجمهور خلال الفتره اللي فاتت وايضا في الوقت اللي كان بيبقى يجب انتقاد لاعبي النادي الاهلي كان بيتم انتقادهم ولكن في وقت الفرحه ايضا هنفرح مع جمهور النادي الاهلي ومع لاعبي النادي الاهلي النجم اسامه حسني اسام اسلام ببارك لك طبعا الف مبروك لضيوفك الله يبارك انت النهارده كنت في الاستاد ها كنت في الاستاد النهارده طب قول لنا بقى اللي حصل النهارده ايه والف مبروك يا اسام اول حاجه ببارك طبعا لضيوفك الشاعر شريف عبد المنعم خلاص مش هقول له شريف عبد المنعم اقول الشاعر شريف عبد المنعم والله انت لو معانا هنشعر فيك اكتر واكتر والله الف مبروك كابتن محمد حشيش والهداف الكبير احمد بلال الله يخليك يا اسامه مبروك يا اسامه مبروك يا اسامه عشنا مع بعض يا كباتن في الاستوديو والدوري ده عشناه لحظه بلحظه لعبنا المباريات كلها مع بعض داخل الاستوديو الحمد لله النهارده فرحه كبيره طبعا لكل جمهور النادي الاهلي اصعب دوري زي ما كابتن حشيش كنت بسمعه من شويه في تاريخ النادي الاهلي النادي الاهلي ما شاء الله مليء بالبطولات لكن ده اصعب دوري مر على النادي الاهلي لكن انا كاهلاوي شرفني ان النادي الاهلي وهو بيحصد الدوري 41 بيتمسك بمبادئه اللي تاسس عليها النادي الاهلي من سنه 1907 مفيش لحظه بعد كابتن محمود الخطيب وانا بذكر كابتن محمود الخطيب ان الراجل ده فعلا استحمل كتير كم ضغوطات كبيره جدا ولكن عشان هو اتربى جوه النادي الاهلي قد سفينه النادي الاهلي بمبادئ النادي الاهلي وبسلوكيات النادي الاهلي عمرها ما نقصد يعني اي حاجه خالص. النهارده الفرحه كبيره جدا يا كابتن اسلام طبعا بهني مجلس اداره النادي الاهلي كلهم. النهارده كان شعورهم ايه يا اسامه برضو انت كنت في الملعب يعني كان الكابتن محمود موجود وكان اعتقد الاستاذ العمري كان موجود برضو يعني اشرح لنا برضو او قول لنا ايه اللي حصل النهارده برضو. كل مجلس الاداره النهارده كان موجود الحمد لله يعني تحس من بدايه المباراه
رغم ان طبعا فريق المقاولين فريق كبير وفريق محترم وعنده جهاز فني محترم، لكن الحمد لله تحس ان النهارده يعني في ثقه ثقه في الله وثقه ان النادي الاهلي النهارده عندك فرصه مش هتضيع كما كان بيهيئها البعض ان النهارده الاهلي يتغلب او يتعادل، لكن الحمد لله اللعيبه النهارده كانوا رجاله جدا. بشكر كل لعيبه النادي الاهلي صراحه اللي ساهموا في هذا الانجاز على مدار موسم طويل، لعبوا في ظروف صعبه في ضغط مباريات صعب جدا على اي لاعب في العالم انه يلعبوا، كانوا في وقت من الاوقات بيلعبوا كل 48 ساعه مظبوط شهر اثنين يعني كانهم يعني الات بتلعب في الملعب، لكن كانوا على قد المسؤوليه. نشكر الجهاز الفني طبعا النهارده والجهاز الفني القديم برضو كل الناس اللي كانت موجوده وكل الناس اللي شاركت في هذا النجاح بنشكرهم وبنهنيهم طبعا. والفرحه الاكبر طبعا اللي احنا شفناها النهارده في الملعب كانت لجمهور النادي الاهلي، حاجه صراحه تفرح. الف مبروك. اتمنى النهارده برج العرب اتمنى يكون موجود النهارده 120 الف اهلاوي يكونوا موجودين في هذا يعني الفرحه وتتويج النادي الاهلي للدوري، موجودين في الشوارع وموجودين في كل البيوت، البلد كلها فرحانه وبتلف يعني بقى. الفرحه كمان مش في القاهره بس يا كابتن شريف، الفرحه لو نزلت المحافظات ونزلت كل الكره ونجوع مصر هتلاقي الاهلاويه اللي بيحتفلوا دايما ببطولات النادي الاهلي وخاصه النهارده ببطوله الدوري. انا كاهلاوي اكتر حاجه مفرحاني في هذا الدوري مش مجرد ان النادي الاهلي خد بطوله، النادي الاهلي الحمد لله مليء بالبطولات، واي نادي محتاج سنين كتير عشان يحصل النادي الاهلي، لكن اللي انا بسطني جدا ان النادي الاهلي بقياده محمود الخطيب تمسك بمبادئ النادي الاهلي اللي على اللي من سنه 1907 تاسس هذا النادي على هذه المبادئ. ده اللي مشرفني وفرحني ومفرحني انا كاهلاوي ان النادي الاهلي فضل محتفظ بمبادئه رغم كل الظروف اللي حصلت، النادي الاهلي ما تخلاش خالص عن مبادئه، وده درس للناشئين وللاجيال اللي جايه والاجيال اللي فاتت ان ازاي النادي الاهلي بيدار. كان في قرارات قويه جدا، قرارات هتظل في تاريخ النادي الاهلي هتدرس لكل الاجيال اللي جايه بهذا الدوري. النهارده الدوري ده مش مجرد فرحه وانت بتكسب دوري وتكسب ماتشات وتكسب نقط، لا زي ما بقول لك دي فرحه كبيره جدا. بهني عشان ما اطولش عليك يا كابتن اسلام، بهني ضيوفك الكرام اللي كانوا معانا على مدار الموسم الكامل، كنا في كل وقت بننتقد النادي الاهلي حتى لما في سلبيات كان دايما شاشه النادي الاهلي واستوديو النادي الاهلي وملعب الاهلي كان دايما منبر للاهلاويه، كنا بنتكلم دايما بمصداقيه، لما في سلبيات كنا بنتكلم بمصداقيه وبننشر السلبيات وبنتكلم عن السلبيات، ولما كان في ايجابيات كان بنتكلم عنها. عمرنا ما طلعنا في لا يا اسامه انت عارف قعدنا نطبل على الفاضي والمليان، لا انت عارف ان كان في بعض الاوقات كنا بننتقد، لما في ايجابيات كنا بنتكلم فيها، كان في بعض الاوقات بيبقى هناك ايجابيات ولكن كنا بنسكت علشان خاطر بيقول لك ايه يعني اهدى شويه لغايه لما نشوف اللي هيحصل الفتره اللي جايه ايه. فكنا بنتكلم اكتر كمان عن السلبيات، وانا عمري ما انسى الحقيقه حلقه يعني مباراه كانت صعبه جدا علينا كلنا كاهلاويه، ولكن كلامك وكلام بلال في ذلك الوقت وكابتن شريف اعتقد او كابتن حشيش مش فاكر كان مين اللي معانا، اعتقد ان هو اسلك كثير من او حضراتكم قلتوا كل الكلام اللي كان المفروض يتقال، وبالتالي دائما ملعب الاهلي بوجود حضراتكم وبوجودك وبوجود جميع النجوم الكبار اللي موجودين في النادي الاهلي دائما شرف ليا الحقيقه ان انا اتواجد في مثل هذا الكباتن او مثل هؤلاء الكباتن الكبار الحقيقه. فانا بشكرك جدا يا اسامه، وان شاء الله خلال الفتره اللي جايه هيبقى افضل وافضل وافضل خلال الفتره اللي جايه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا كابتن اسامه، شكرا كابتن اسامه حسني. هنحاول طبعا نجيب لحضراتكم كل نجوم التحليل للنادي الاهلي خلال هذه الفتره لانهم بالفعل يستحقوا كل الثناء، كل الكلام اللي كانوا بيقولوه، كل واحد كان بيتكلم من قلبه، كل واحد كان بيتكلم عن النادي الاهلي من قلبه، عايز النادي الاهلي يبقى افضل نادي. كابتن شريف كان بينتقد بعض اللاعبين وكان بيتكلم بايجابيه على بعض اللاعبين، كابتن بلال نفس الكلام، كابتن حشيش، كابتن فتحي، كابتن عادل، كابتن ابراهيم، كابتن ماهر، كل الكباتن اللي كانوا موجودين معانا والجنة الكبار الحقيقه كان لهم دور كبير جدا جدا جدا. فانا الحقيقه سعيد جدا جدا واتشرف ان انا دائما اكون موجود في وسط هذه النخبه الكبيره والنخبه المحترمه من النجوم الكبار. وزي ما قلت لحضراتكم دائما دلوقتي الواحد هيقدر يتكلم وهو عن مجلس اداره النادي الاهلي وعن الكابتن محمود الخطيب، لان بالفعل والله يا جماعه انا بتكلم بجد الفتره اللي فاتت يعني ايه كان في بعض الامور الايجابيه وكانت واضحه جدا يا كابتن حشيشه، كابتن شريفه، كابتن بلال، وكنا بنسكت.
يا جماعه لا، يقول لك من فضلك اسكت دلوقتي، اسكت، مش عايزين نتكلم على ايجابيات دلوقتي، لكن من حق الناس تعرف ايه الايجابيات، وهنقول السلبيات كالعاده زي ما متعودتوا مننا دايما ان احنا بنجيب لكم اليمين والشمال، ايه الصح وايه الغلط، او ايه اللي اتعمل غلط. بالمناسبه يجب ان يكون هناك انتقاد مننا لنفسنا من جوانا، وهو ده اللي احنا متفقين عليه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه. الامور الايجابيه وصلتنا ان احنا ناخد الدوري او هذا الدوري رقم 41. صعب جدا 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 صعب، مش في الكوره، ما هو النادي الاهلي ياما خد بطولات، ياما خد 40 دوري قبل كده، ولكن صعب في امور اخرى. يعني اللي هقدر ابرزه هقوله، اللي هقدر اطلعه لحضراتكم واقوله هقوله بالورق وبالمستندات وبكل حاجه وبارقام وباحصائيات، لكن في حاجات الحقيقه برضو مش هنقدر نطلع نتكلم فيها. ولكن في النهايه يظل دائما النادي الاهلي هو البطل، هو اللي دايما راسه لفوق، ودايما في وسط هذه الاهوال وفي وسط هذه الصعاب، في وسط الاصابات وفي وسط التاجيل المؤجل، وفي وسط ان انت بتغير الدوري الجدول الدوري بالمزاج، وفي وسط ان انت عايز تلعب في الوقت اللي انت عايز تلعب فيه تلعبه، لان بنتكلم على اتحاد الكوره، بتعمل حاجات كتيره جدا عشان يحاربوا النادي الاهلي. ولكن في النهارده كام؟ النهارده 24/7 كان هو النادي الاهلي بطلا للدوري العام المصري. معلش اعذرونا النهارده احنا جوانا حاجات كتيره جدا عايزين نتكلم فيها، عايزين نقول ايجابيه بس من الايجابيات برضو لمجلس الاداره. الحقيقه كان في ناس في اوقات كتيره جدا اهلاويه يقول لك مجلس الاداره ما بيطلعش يرد ليه، مجلس الاداره مش عارف القرار اتاخر. بالعكس، الاداره الصح انك امتى توقيت القرار وامتى تلتزم الصمت برغم الاساءات الكتيره في اوقات كتيره اللي هي ممكن تخلي اي حد عادي يفقد شعوره. انما مجلس الاداره التزم الصمت، كابتن الخطيب القيمه الكبيره التزم الصمت برغم الاهانات اللي احنا شفناها، اهانات مباشره، ولكنه التزم الصمت وحول الكلام ده كله لفعل داخل النادي الاهلي وترتيب النادي الاهلي والتركيز مع اللعيبه والجهاز والاشراف على الكوره، وماشي بخط موازي في التوضيبات بقى والانجازات اللي حاصله في الفروع كلها، وان شاء الله الفرع الجديد. شفنا طبعا نتيجه الكلام ده كله ظهر، فاصعب دوري جه في تاريخ النادي الاهلي من الظروف كلها اللي حصلت دي. طيب انا برضو مهم جدا نقول للناس ان برضو في ظل هذه الظروف الصعبه وفي ظل الكلام ده، ان حاجات اسرار انا هقولها لحضراتكم وحاجات تخصني انا تحديدا ويمكن كباتننا الكبار، لكن لما كنت بقول يا جماعه لازم نرد على البعض اللي كان بيتكلم، كان السياسه دايما كانت زي ما كابتن حشيش بيتكلم كده مع حضراتكم، كان دايما يقول لك مع ابعدوا بس خلونا نتكلم دايما في مبادئ النادي الاهلي وفي طريقه النادي الاهلي. حتى النهارده في الفرحه يقول لك اتكلم بطريقته ومبادئ النادي الاهلي، وبالفعل احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نحافظ على هذا الموضوع، ان احنا ما نكونش يعني اوفر قوي في الفرحه وما نكونش، لكن من حقنا ان احنا نفرح يا جماعه والله، من حق كابتن شريف ومن حق كابتن حشيش ومن حق كابتن بلال ومن حق حضراتكم ان انتوا تفرحوا. طبيعي جدا، خدنا دوري، بكره والله هتلاقونا، هتلاقوا فيس تاني، هتلاقوا وش تاني خالص مختلف تماما عن اللي احنا فيه دلوقتي، لان احنا مبسوطين جدا وقد ايه مبسوطين بانبساط حضراتكم. فكان في وقت، كان في وقت بنكلم مع المسؤولين ونقول لهم يا جماعه طب عايزين نرد، ادونا فرصه بس نعمل اي حاجه، طب نرد يعني، لا من حقنا ان احنا نرد يعني. يقول لك كابتن احنا من النادي الاهلي ما بيردش غير من خلال الافعال وليس الاقوال. صح والله كابتن، الكلام ده يا كابتن بلال، يا كابتن شريف، يا كابتن حشيش، بجد انا كنت بعمل التليفونات دي بنفسي عشان يا جماعه خلونا نرد، وعندك الوقت وعندك المساحه الكافيه انك ترد على اي حد، وعندك كل حاجه في قناتك، وعندك كل حاجه. يعني يقول لك النادي الاهلي دائما هو مبداه هو الاقوال الافعال وليس الاقوال. صحيح والله يا كابتن الكلام ده كان بيتقال كده. ايوه عشان كده في النهايه اسلام بتوصل اللي انت بتوصل له في الوقت الحالي. يعني انت النهارده، انا اسف يعني، في بعض الاوقات جه بعض الناس بتتكلم ان في منافسه ما بين ناديين فقط لغير في على بطوله الدوري العام، وان الاهلي يعني في بعض الاوقات ليس في اطار المنافسه على هذا على خارج المنافسه في بعض الاوقات. انا بقول لك في بعض الاوقات زي ما احنا بنقول في بعض الاوقات، ولكن انت عشان عندك ثقه، وعشان زي ما الكلام اللي انت بتقوله كابتن حشيش بيقوله، انت عندك مبادئ وعندك طريق وعندك هدف، فما بتخليش الكلام اللي بيدور حواليك
ياثر في الهدف بتاعك. انا عندي هدف بشتغل عليه لنهايه الموسم. انا النهارده الرابع الخامس، انت من شويه بتقول احنا كنا 18 17 16 15 14. هو الناس بتبص، خد بالك الناس بتبص، يعني هو دايما البطل لما بيحصل له يعني كبوه او بيقع شويه في المنطقه الدافيه، الناس بتشوف ان المسافات بعيده، الناس اللي فوق تمام، لان ده وضع بالنسبه له مؤقت، فدايما عايز بالكلام يهزمك يخليك في المنطقه الدافيه يعني تمام. لكن لما انت دايما عشان عندك تارجت ونفسه ترد عليه طبعا، امنيه حياته ترد عليه. ما انت رديت عليه في الملعب بس كده. لا انت لو رديت عليه بالكلام هتفضل زي ما انت في المنطقه الدافيه، لكن انت بتعمل، انت بافعالك بتجيبه المنطقه الدافيه وبتطلع مكانه هناك. يا جماعه النادي الاهلي كلنا تربينا فيه، ده دستور بنعدي من جوه الدستور ده نبقى بني ادمين تانيين. بدستور النادي الاهلي بنلبس التيشيرت بتاعته، بننزل الملعب بنلعب بدستور النادي الاهلي، بجماهيره الفولاذ، بجماهيره العظيمه، بتشجيعه لكل ما لعبه في مش كره القدم بس، لو سباحه حتى بقلب غير عادي. تيجوا تشوفوا الباسكت وال طبعا والهاندبول وكل اللعبات اللي موجوده، الجماهير قد ايه بتبقى متواجده وفرحانه انها بتشوف بعضها، فرحانه رايحه تحتفل. كل ما نخش النادي الاهلي نلاقي فيه ماتش للسله او الباسكت، خش تروح تقعد تتفرج، بنخش نلاقي احتفاليه جوه صحيح الملعب. عائله الاهلي زي ما انت قلت، عائله الاهلي الجميله، عائله الاهلي اللي هي حتى تيجي تتفرج على التمرين انه يعني كلهم على موجه واحده بالظبط كده، وكلنا يعني كله على موجه واحده، وكلنا دايما هنفضل كده لانه الاجيال دايما يا كابتن شريف بتسلم بعض يعني ايه صح. يعني دايما تلاقي ايه كابتن شريف سلم للي بعده، كابتن حشيش سلم للي بعده، الجيل بتاع بلال سلم للي بعده صحيح. وبعدين مؤخرا حسام غالي بطل سلم لحسام عاشور، حسام عاشور هيجي يوم ويبطل ويسلم للي بعده صحيح. ويخش كل منا في موقعه صالح جمعه ورمضان صبحي وبالتالي يظل النادي الاهلي دائما جيل بيسلم جيل. اهلا وسهلا بحضراتكم، دائما النادي الاهلي جيل بيسلم جيل. هنفضل مبسوطين وفرحانين كل شويه، هفكركم النهارده هنفضل مبسوطين وفرحانين لغايه المباراه وقبل المباراه القادمه وبعد المباراه ان شاء الله. ان شاء الله طبعا يعني انا اقصد ان احنا لازم هنتكلم عن المباراه القادمه، ولكن انا اقصد ايه ان احنا بجد ده حصل معايا تحديدا يعني معايا مع الجيل ده حصل كده يا كابتن. اتقال لنا يعني كسبانين بطوله افريقيا من الصفاقس في الصفاقس، وبيتقال لك ايه مبروك يا جماعه بس ده داخل الدولاب، عايزين نفكر مبروك اهدى شويه بقى عشان اهدى شويه بقى عشان ماتش حرس الحدود عشان عندنا دوري. هو ده النادي الاهلي وانت في تونس، وانت في تونس احنا ما فرحناش. انا تعدي الطياره بقول لك انا واسلام النهارده كنا بنتفرج ما فرحناش الا بعد الجون الثاني. الأومة بقى جت في الجون الثاني، احنا قاعدين 1-0 عادي ماتش شغال، ما هنعرفش ايه اللي هيحصل طبعا. كورفو تروح من عم ازارو ماشي هيعوض، انما اللي بتروح دي ما تروحش ابدا. واتبذلوا كل اللعيبه الحقيقه بجد والله يا جماعه، لعيبه النادي الاهلي دي لعيبه ابطال. فرحه جت بعد الثاني. انا فرحان برضو لحسين الشحات جدا علشان حسين بالتحديد كان برضو في ضغط عليه جامد من اول ما جه، ما كانتش ماشيه معاه صح، كانت الدنيا يعني مش كويسه، فانه في ماتش مهم مكسب دوري عام يجي يبقى هو الهداف بتاع المباراه دي، يعني الحقيقه برضه حاجه كويسه ليه. كل اللعيبه يعني تديله دفعه كمان الموسم الجديد تحديدا، مروان دول كانوا راجعين برضه من انكسار شويه ايوه صحيح، او انكسار كبير الحقيقه مش دلوقتي. الشناوي النهارده هايل برضه، الفرحه بتاعه الدوري برضه هتنسيهم ولو جزء بسيط طبعا صعب ان الواحد ينسى. وعايز اهني لعيب دخل علينا وما لحقش عيني ما يلعب معانا، محمد محمود يعني محمد محمود برافو عليك، نتمنى ان هو يكون معانا باذن الله ويلحقنا السنه الجايه يكون في التوج معانا ويشوف هو قاعد طبعاً. دلوقتي من هو النادي الاهلي واللعيبه دي في الظروف دي خد دوري، خد دوري وخد دوري وما لعبش وكتب له دوري، لعب شويه اشترك شويه واتصاب اشترك في السكواد او يعني في القايمه خلاص. حمدي فتحي دخل السنه دي، كل اللاعبين اللي جت السنه دي، محمد هاني، احمد فتحي، اللعيبه اللي هي جت على جت جديده توجوا توجوا كل مجموعه اللاعبين، كل المجموعه، احمد الشيخ، محمد الشيخ، محمد الشريف، بقوا لعيبه بطولات حمودي. انا اقصد ان انا اقول اسماء الناس اللي مش موجوده اكتر من اللي موجودين، لان اللي موجودين كله عارفهم. صلاح محسن الناس اللي مش موجوده، صلاح محسن انا ده من اللعيبه اللي انا شايفها السنه الجايه هتبقى حاجه. علي لطفي، علي لطفي طبعا اشترك ولعب يعني كل اللعيبه، كابتن النادي الاهلي طبعا بعد حسام عاشور، شريف اكرامي برده طبعا شريف وله دور كبير جدا الحقيقه في بعض الامور اللي كانت صعبه جدا، والناس دي برده اللي كانت موجوده وحمودي والناس دي برده اللي شالت فتره كانت اللعيبه كلها متعوره كلها، هم يا عيني اللي بيشيلوا وبيعملوا
اللعيبه اللي طلعت اعارات ورجعت. شريف اكرامي كمان كابتن فرقه وقيمه كبيره في الفريق. جايه باذن الله السنه الجايه على دكه الاحتياط, ما شفناش اي مشاكل يعني, كل الحاجات دي برضو بتساهم. السنه الجايه يا جماعه اللي حتى هيمشي من النادي الاهلي, لو حد مشي انا ما اعرفش مين اللي هيمشي ومين اللي هيقعد, لكن اللي هيمشي حتى من النادي الاهلي هيبقى معاه دوري طبعا, يعني هيبقى خد دوري يعني اذا ما كانش خد اكتر يعني. انا اقصد ان يعني لو حتى حد هيمشي وما خدش غير دوري فدوري يعني, على الاقل روح الفانيلا هتنفعه برضه في النادي اللي رايحه بقى. يعني برضه هو ده اللي دايما احنا متعودين عليه دايما داخل النادي الاهلي. انا بشكر كل اللاعبين الحقيقه, مش عايز انسى حد, ولكن دايما انا لما باجي اتكلم بتكلم على الناس اللي بره منهم حبايبنا واحمد الشيخ ونادي كلنا حبايبنا. بعض الاوقات كنا قاسيين, ولكن كان يجب ان احنا نكون قاسيين, او كانوا كباتن الحقيقه كنت انا دايما ببقى معاهم بنبقى قاسيين, وكانوا يستحقوا في ذلك الوقت ان احنا نبقى قاسيين عليهم, لكن بعد كده دايما بتفرحونا, دايما بتبسطونا, دايما مخلينا فرحانين, دايما مخلينا ومخليين اسم النادي الاهلي دايما في العالي. بدون هؤلاء اللاعبين كانت الامور هتبقى صعبه جدا. مجموعه اللاعبين ال 30 اللي موجودين او ال 35 اللي موجودين كلهم يستحقوا الشكر, كلهم تعبوا حتى ولو في التمرين. فانا في ناس ثانيه برضه اسلام, يعني الجهاز المعاون برضه اللي كان في وقت من الاوقات محمد يوسف, واشتغل مع لاسارتي برضو يعني من مدير فني لمدرب عام, وكمل وبنفس الروح وقاعد وقاعد هو الدستور بتاعنا, هو تحت امر النادي في اي وقت. فطبعا سيد عبد الحفيظ والجروب بتاعه كان هو دستور صحيح. احنا ما لما بنروح لسيد عبد الحفيظ ونقعد نتكلم معاه اكن انا اللي قاعد, او كانك انت اللي قاعد, او اسلام او اللي قاعد. طبعا كلنا طبعا كلنا شخص بيتكلم بلغه واحده. هي انا بقول لك موجه واحده, ما ينفعش, هي موجه واحده, ما فيش زوز عن كل الاهلاويه يعني. وكل المسؤولين طبعا. طيب خلينا نروح ايضا نشوف الابطال. ابطال هذا اليوم ابطال النادي الاهلي في فوزهم بالدوري العام رقم 41, ولقاءات خاصه جدا لقناه النادي الاهلي من داخل اتوبيس النادي الاهلي. مستمرين معاك في لقاءات خاصة وحصرية لقاءات النادي الأهلي من داخل أتوبيس النادي الأهلي مع نجمين من نجوم النادي الأهلي صالح جمعة معلم وسط النادي الأهلي. مليون مبروك صالح, عملت أسيست عالمي النهاردة وجول ولا أروع, خلصت النهاردة الدوري. مليون مبروك النهاردة الرقم رقم 41 في تاريخ النادي الأهلي. طبعا مش عاجبه الأسيست. طبعا استنى يا ابني عشان أتكلم يا ابني استنى. طبعا يمكن أول حاجة مبروك لجمهور النادي الأهلي ومبروك للعيبه الرجاله دي بيحبوك قوي اللي استحملوا طول السنه. طبعا بتكلم بمنتهى الامانه, اللعيبه كانت رجاله على مدار موسم. اتعرضنا السنه دي يمكن لمشاكل كتيره جدا ما تعرضناش خلال السنين اللي فاتت, لكن الحمد لله لعيبه رجاله. مبروك للجهاز الفني, مبروك للجهاز الطبي, مبروك للجهاز الاداري, للعيبه الرجاله, ومبروك لجمهور النادي الاهلي اللي وقف في ظهرنا على الرغم من الخروج من افريقيا, لكن نادوا على اللعيبه هنا وطالبوا بالدوري, وهو ده اللي احنا تعودنا عليه. مبروك لجمهور النادي الاهلي الدوري 41, وان شاء الله باذن الله باذن الله نوعده من الموسم الجاي هيبقى مختلف ان شاء الله, ومزيد من البطولات باذن الله. مليون مبروك كابتن اسلام. مستمرين مع نجم من نجوم اللقاء كابتن وليد سليمان, دور برد يا كابتن اسلام ومحدش كان يعرف الكلام دوت, ودور برد وصمم يلعب وتحامل على نفسه, ودور البرد في الصيف بيبقى رخم جدا يعني. خد ثلاث حقن النهارده والله كابتن وليد, لعب بثلاث حقن يعني, وما فطرتش ونزلت على الغدا وقاتلت عشان تلعب. التاريخ ما بيكتبش بسهوله, وليد سليمان يعني ايه ماتش خاتمي زي ده, ماتش زي دوت ببطوله. الحمد لله مبروك علينا كلنا, ومبروك لجمهور النادي الاهلي. ودي يعني حاجه بسيطه, واي حد هيعمل كده مش وليد سليمان بس, احنا اتعلمنا في النادي ان دي حاجات صغيره اتعلمناها في النادي, لكن بقول الحمد لله ومبروك. موسم متعب, موسم طويل جدا, بقول الحمد لله ومبروك لكل الناس, اللعيبه كلها رجاله, والحمد لله الحمد لله. توقعت تفوز النهارده بالمباراه؟ مباراه صعبه بكل المقاييس طبعا, بس يعني الحمد لله كلنا كنا مركزين, وكلنا يعني عندنا يعني احساس ان احنا يعني فرصه جات لنا ومش هتضيع تاني ان شاء الله, والحمد لله كلنا كنا على قلب رجل واحد, والحمد لله ربنا ما ضيعش تعبنا, والحمد لله مبروك. صمم بتلعب النهارده رغم التعب وبرد الصيف رخم يعني زي ما بيقولوا, والنفس بقى قليل جدا في الملعب, وخدت الحقن ولعبت وتحاملت. انا بقول كده عشان الناس تعرف او تعذر اي لعيب ما بيعرفوش الكواليس ايه يعني. النهارده وليد لما يكون درجه حرارته عاليه وياخد مسكنات وياخد حقن ويقاتل عشان يلعب, لازم الجماهير تبقى عارفه يا جماعه في حاجات في الكواليس ما بنعرفهاش, لكن اما بتعرفوها بعد كده بتعرفوا ان اللعيب ده كان راجل قوي وتحامل عشان خاطر الفانيلا اللي بيلعب بيها. الحمد لله
الحمد لله يعني كل الفضل يرجع لربنا سبحانه وتعالى وللجهاز الطبي. ما سابونيش بصراحه من امبارح وعملوا لي حاجات سريعه وقالوا لي ان شاء الله لحد بكره هتكون الامور تمام، والحمد لله الامور استقرت. وبشكر الدكتور خالد والجهاز الطبي، طبعا بشكر الراجل اللي قعد معايا النهارده الخواجه وقال لي يعني لازم لو انت كويس لازم تكون موجود وكده، والحمد لله طول ما انا حسيت ان انا يعني كويس شويه. طبعا مش هينفع ان انا اسيب زمايلي، وبقول مبروك لكل الناس. الحمد لله الحمد لله، الله يبارك فيك. شكرا شكرا. كابتن اسلام مستمرين معايا في لقاءات خاصه وحصريه معي نجم من نجوم النادي الاهلي الشقي ناصر ماهر. مليون مبروك كابتن ناصر، بطوله غاليه جدا. هو بالشاي ولا ايه؟ اللقب رقم 41. ايمن اشرف مش عاجبه؟ ايمن على فكره لما بيقعدني جوه هنا بنكسب والله العظيم، بس هو مش عارف عشان كسبنا دلوقتي فهو قعدني بره خلاص. الحمد لله طبعا ماتش صعب جدا وكان ماتش مهم وسنه طويله جدا، سنه تحس انها ما بتخلصش. فالحمد لله على اول لقب ليا، مبسوط جدا بيه طبعا بعد الفوز ده لابويا الله يرحمه. و يعني الناس دي تعبت، يعني اللعيبه دي كلها تعبت واتبهدلنا السنه دي من سفر، لعبنا 2 افريقيا ولعبنا بطوله عربيه وده دوري لسه عملنا فتره اعداد ولسه ما خلصش. فالحمد لله ان احنا خدنا البطوله دي، اللعيبه دي تعبت وتستاهل كل خير يعني. مبروك، الله يبارك فيك. ايمن اشرف باك ليفت ماشي، سيرد باك ماشي، وبيتالق في العالي وفي الواطي. هيخلص عليك اهو. لا النهارده عامل جيم كويس قوي ما شاء الله عليك، واكتشاف في مركز السيرد باك، يعني اكنك سيرد باك قديم يعني ما شاء الله عليك. قول لي مباراه صعبه النهارده بكل المقاييس لكن بتساوي الكبده دي صح الصح ورد بتساوي بطوله الدوري طبعا. الحمد لله طبعا ببارك للاعيبه الرجاله على الموسم الطويل، موسم صعب زي ما بيقولوا موسم استثنائي. قدرنا طبعا الحمد لله نحقق البطوله الاغلى في تاريخ النادي، بطوله الدوري. طبعا بنهديها طبعا للجمهور اللي دايما في ظهرنا ودايما بيساندنا، وطبعا لاداره النادي والجهاز الفني اللي تعب معانا. فطبعا الحمد لله طبعا، وان شاء الله مزيد من البطولات ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله. عاوز تلعب باك ليفت ولا كامل في السيرد باك؟ والله اللي هم حلو يا عم والله انا ممكن العب اي حاجه يعني، تحت امر الجهاز الفني في اي وقت العب هنا العب هنا، ما عنديش مشكله يعني، ممكن اقف جون زي ما اليوم. كابتن سيف كابتن اسلام مستمرين معانا في لقاءات خاصه وحصريه لشاشه قناه النادي الاهلي. الشناوي يعني نجم من نجوم النادي الاهلي، اسد النادي الاهلي. لا اخذنا كابتن عاشور، كابتن اسلام تحياته ليك كابتن اسلام. النهارده الشناوي كان واقف في الخواتيم زي ما بيقولوا، مباراه بثلاث نقاط بتساوي 41، بطوله دوري ممتاز، بطوله غاليه جدا. الشناوي استحمل كتير الفتره الاخيره، ربنا النهارده بيجازيه خير وتعمل مباراه ولا اروع ولا اجمل وتفوز باغلى بطوله دوري ممتاز. طبعا الحمد لله على كل شيء، الحمد لله بحيي اللعيبه كلها رجاله وادوا اللي عليهم، استحملوا كتير طول السنه، احنا كلنا استحملنا بالاداره بالجهاز باللعيبه بالجمهور، كان في ضغط كتير الفتره اللي فاتت السنه دي كلها. والحمد لله مبروك، وبقول للعيبه كلها انتوا كنتوا رجاله وعلى قد المسؤوليه، والحمد لله ده اصعب دوري اعتقد لينا كلنا. وطبعا بقول الحمد لله على البطوله ديت، واللي جاي يكون احسن ان شاء الله. وبقول للجمهور مبروك، كنتوا بالنسبه لنا رقم واحد، واللعيبه ديت احسن لعيبه في مصر. مباراه الزمالك شايف؟ لا لسه نفرح النهارده وان شاء الله نركز من اول بكره ان شاء الله. حبيبي كابتن اسلام مستمرين معاك. كابتن ياسر ابراهيم نجم دفاع النادي الاهلي بتيجي على البطولات، والنهارده بطوله رقم 41 في تاريخ النادي الاهلي، ما شاء الله من اللعيبه القلائل اللي بتيجي بتروح نادي وبتاخد بطولات على طول. فبسم الله الرحمن الرحيم بطوله الدوري. الحمد لله طبعا بشكر اللعيبه الرجاله ديت على الروح والرجوله اللي لعبوها في الملعب النهارده. طبعا مبروك للجهاز الفني ومبروك للعيبه ومبروك للاداره كلها والجمهور طبعا، وقبل اللي جاي يا رب ان شاء الله ما تكونش اخر بطوله لنا دي ان شاء الله. مليون مبروك. وماتش الزمالك بقى شايفه ازاي؟ طبعا ماتش مهم طبعا، ده ماتش بيحدد وجهه ثانيه خالص، ده طبعا ليه طعم ونكهه ثانيه خالص عند الجمهور. طبعا احنا قاعدين في معسكر زي ما احنا هنركز طبعا، طبعا هنفرح طبعا، حقنا نفرح وهنقفل على طول نركز بقى في الماتش الجاي باذن الله. ربنا يكرم كده باذن الله ونقدر نطلع بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. يوم مبروك حبيبي، الله يبارك. من عم لاعب 97 او لاعب 99 نادي الاهلي، وباسم بيوصلنا عليك رئيس النادي الاهلي بيقول لك صخره 99 ولا 97؟ 99
الله. قول لي بقى النهارده بطوله غاليه وبتتصعد مع الفريق الاول وبتاخد بطوله الدوري الممتاز، شوف مفيش احسن من كده. اه الحمد لله على البطوله طبعا، لعيبه رجاله، بنشكر الجمهور اللي هو في ظهرنا، والحمد لله بطوله غاليه للجمهور واللعيبه طبعا، اللعيبه تعبت السنه طويله يعني، اول دوري يقع كده الحمد لله البطوله كده جت لنا يعني، جبناها في وقت صعب برضو الحمد لله ان هي جت في وقت ده كان لازم تيجي عشان الجمهور كان واقف ظهرنا جامد، فبنحمد ربنا ونشكر فضله على البطوله يعني الغاليه دي. مليون مبروك يا نيكي. حبيبي الله يبارك فيك. اوفا شوبير، مصطفى شوبير حارس الواعد ومنتخب مصر الجاي 2001 ولا 2000؟ 2000 بس. اه حبيبي اطول مني يا مصطفى. اه والله حبيبي. مليون مبروك بطوله، انت واخد على البطولات محدش ولا حرج على كده الحمد لله. من واحنا الاول مفيش غير الاول، احنا من واحنا تحت مفيش بطوله بنسيبها، وده اللي احنا كلعيبه اتفقنا عليه وتعيدنا عليه من اول يوم رغم الظروف، ان احنا ان شاء الله الدوري ده بتاعنا ومش هيخرج برانا الحمد لله. توقعت ان تفوز بدوري؟ اه طبعا. هتلعب امتى بقى؟ ربنا يسهل بقى دعواتك. مليون مبروك حبيبي الله يبارك فيك. كابتن اسلام ومستمرين معاك في حافله النادي الاهلي، يمكن النادي الاهلي من الصعب تبقى في حافله النادي الاهلي، ولكن شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان طبعا. كابتن نجيب، كابتن الفريق الاول كابتن احمد فتحي نجم من نجوم النادي الاهلي، مليون مبروك يا نجم مصر، ولازم تقول كلمه لجمهور النادي الاهلي بعد التتويج النهارده باللقب رقم 41. خد نجيب، اخد نجيب الاول مش هيجرى حاجه. كابتن نجيب سرد باك الاهلي، مش اي حد. مليون مبروك النهارده فوزك بطوله دوري رقم 41 في تاريخك، يعني حاجه مشرفه، والنادي الاهلي دايما غير، دايما النادي الاهلي فوق الجميع. اه طبعا الحمد لله النهارده ببارك للناس كلها، الناس كلها تعبت من اول السنه، الدوري كان صعب السنه دي، قابلتنا صعوبات كتير، بس الحمد لله ربنا كرمنا وكلل مجهودنا ووفقنا ان احنا خدنا الدوري الحمد لله. هتفوزوا البطوله النهارده؟ اه طبعا الحمد لله، كلنا ثقه في اللعيبه واللعيبه عملت اللي عليها وكانوا رجاله النهارده. خلاص بقى كابتن نجيب هو رمضان هم اللي قالوا النهارده انت اللي هتجيب اجوان وان شاء الله هتكسبنا. كل مره الاثنين دول هم الاثنين دول هم كل مره لازم يقولوا اه هم الاثنين دول رمضان عم مصر عم الدنيا كلها كابتن نجيب. شوف اهم مثل اعلى كابتن نجيب. طبعا طبعا بطوله غاليه. اه طبعا بطوله غاليه وهي غاليه عشان البطوله السنه كانت صعبه جدا، طبعا كان في منافسه من فرق كتير جدا، بس الحمد لله ربنا كرمنا وخدنا البطوله الحمد لله. كابتن هشام محمد العائله، عائله وسط الملعب، عائله يا جماعه ولا ايه؟ طبعا عائله. مليون مبروك يا نجم ابن النادي الاهلي، مليون مبروك فوزك النهارده بطوله الدوري ممتاز، بطوله ولا اروع ولا اغلى، بطوله صعبه جدا من اصعب بطولات النادي الاهلي، ولكن دايما الاهلي معودنا الاول ويبقى حامل البطوله. الله يبارك فيك وبشكرك والحمد لله رب العالمين، توفيق وكرم من ربنا كبير يعني، بطوله فعلا صعبه وغاليه ربنا كرمنا بيها وليها طعم خاص يعني، الحمد لله رب العالمين. بنشكر اللعيبه كلها وكل الناس عملت عليها وكل الناس تعبت وكل الناس اشتغلت، وال يعني الفرحه ليها طعم حلو قوي لان الناس تحققها فعلا الحمد لله. مباراه الزمالك، مباراه الزمالك طبعا يعني ده ديربي الكره المصريه، بتبقى طبعا ليه حسابات تانيه خالص، وغير ان انت حسمت البطوله دي بتبقى بطوله لوحدها، فان شاء الله برده ان شاء الله نبقى مركزين كويس ليها ونقدر ان شاء الله باذن الله نفوز بيها ونتوج يعني بفرحتنا اكتر كمان ان شاء الله. اليوم مبروك. ايه اليوم مبروك. الله يبارك فيك. كابتن اسلام مستمرين معاك، صاحب الهدف الاول كابتن علي معلول، مليون مبروك فرحة الاهلاويه النهارده بهدف ولا اروع، اللقب رقم 41 في تاريخ النادي الاهلي، من اصعب بطولات ولكن من احلى بطولات دوري للنادي الاهلي. الحمد لله، الف مبروك ان شاء الله لجماهير النادي الاهلي الكل على اللقب هذا، لقب جاء في موسم استثنائي بالنسبه لنا احنا بعد ماراثون بتاع مقابلات بتاع مسابقات، لكن الحمد لله شخصيه النادي الاهلي عملت الفارق اليوم الحمد لله. الف مبروك مره اخرى، وان شاء الله تكون نهايه موسم ممتازه لنا ودافع معنا، وان شاء الله باش نبداو موسم جديد مليان بطموحات ان شاء الله. عودتنا باهدافك القاتله في المباريات الصعبه جدا. لا الحمد لله، هذا مجهود نتاع فريق بالكامل، الناس كل عندنا هدف واحد هو نتوجوا باللقب، مش مهم شكون سجل وشكون عطى الهدف، لكن المهم هي مصلحه الفريق. الحمد لله حسمنا اليوم الدوري قبل جوله من النهايه نتاعها، لكن هذا ما يمنعش اتصلنا فينا مقابله صحيحه مع نادي الزمالك في اخر جوله، نفرحوا اليوم ومن غدوه ان شاء الله نرجعوا نركز ونحضر المقابله نتاعنا ان شاء الله. شكرا. كابتن اسلام مستمرين معاك، كابتن احمد فتحي بقى يعني كابتانه، الاخلاق، الاحترام، الجوكر، سيرد باك ماشي، باك رايت ماشي، ديفندر ماشي، اي مركز احمد فتحي يكون موجود فيه. مليون مبروك كابتن، تستاهل كل خير، تستاهل تتوجه النهارده باللقب رقم 41. الله
الله يبارك فيك. طبعا مبروك للنادي الاهلي ومبروك للجمهور. انا عايز اقول حاجه بس على علي، عشان علي معلوم من احسن لعيبه في فرقه السنه دي الصراحه. انا لو انا بايدي ادي له احسن لعيب في السنه دي، عمل موسم استثنائي، احسن موسم يعني. هو على طول كويس بس السنه دي هو مختلف. ده ليا انا ليك انت. فعلي الصراحه يعني من احسن لعيبه السنه دي، ماشي بشكل كويس على طول، ما فيش ماتش قل فيه. ف هقول له مبروك اولا على الاداء اللي هو عامله طول الموسم، وان شاء الله يستمر احسن من كده. مبروك للنادي ومبروك لنا كلنا، وان شاء الله جايب احسن ان شاء الله. اليوم مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك كابتن اسلام. مستمرين معاك، يمكن حضرتك وصلنا فندق الاقامه للنادي الاهلي، ويمكن النهارده غالبا في نطه في البسين، فهنكمل معاك على الهواء وخاص وحصري لشاشه قناه النادي الاهلي بالهدوم يا جماعه، واللعيبه كلها تنزل بهدومها. مكملين معاك كابتن اسلام، وباذن الله هيبقى في تغطيه النهارده ولا اروع ولا اجمل. وانا تعبت الكرو بتاعي معايا النهارده، عويده ودكروري ومنصف وعادل، يمكن لازم احييهم كابتن اسلام. واحنا في الباص وانت عارف الباص بيبقى ضيق طبعا، بس الحمد لله عملنا شغل كويس. مكمليك معاك في تغطيه خاصه وحصريه لشاشه قناه النادي الاهلي. مستمرين معاك في تغطيه خاصه وحصريه لشقاقات نادي الاهلي من فندق الاقامه بقى. كابتن طارق سليمان، مليون مبروك فوزكم النهارده بطوله الدوري، دوري ولا اغلى دوري ولا اطعم اصعب بطوله الدوري للنادي الاهلي، بطوله ليها طعم كبير قوي. النهارده الحراس بيتالقوا وبيعملوا فارق كبير في حصول النادي الاهلي على بطوله الدوري. والله الحمد لله رب العالمين. بطوله صعبه زي ما انت قلت، احنا تعبنا كتير جدا جدا الموسم حوالي 12 شهر، ولكن الحمد لله في الاخر متوج بالبطوله. فببارك طبعا اكيد لمجزره النادي الاهلي، وببارك طبعا للعيبه وجهاز فني وجهاز اداري وجهاز طبي. صراحه تعبنا كلنا يعني، المنظومه كلها تعبت، المنظومه كلها موسم طويل قوي وموسم شاق وموسم عشنا فيه فترات صعبه جدا جدا جدا. كنا متاخرين في الدوري في الاول الدوري، ولكن بنراهن دايما على نفس النادي الاهلي وعلى صبر النادي الاهلي وعزيمه اللعيبه. فبصراحة يعني البطولة صعبة، بهديها لمجلس إدارة النادي الأهلي، وبخص طبعا كابتن محمود الخطيب
ان الضغوط صعبه جدا جدا حطينا فيها، فالحمد لله رب العالمين. بقول لك ببارك طبعا اكيد لشناوي وعلي لطفي وشيف اكرامي، طبعا تعبوا كتير. لا انا بكلم طبعا في الثلاثه الاول، الثلاثه لعبوا وتعبوا. شريف اكرامي ان شاء الله يرجع قريب قوي ان شاء الله بالسلامه، ان شاء الله يعني بتكلم في اسبوعين ان شاء الله و10 ايام ان شاء الله. طبعا طبعا شريف حارس مرمى كبير، وحارس مرمى له تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي، مؤثر جدا جدا في النادي الاهلي، شخصيته شخصيه قويه، وانت عارف بيلم اللعيبه بشكل كويس قوي. فببارك له طبعا النهارده ما كانش موجود، ببارك له النهارده على البطوله، وببارك طبعا للشناوي وعلى اللطفي، وطبعا مصطفى شوبير واحمد طارق، مجموعه كلها يعني، ببارك لكل اللعيبه والحمد لله رب العالمين. شكرا كابتن اسلام. مستمرين معانا سيرد باك من نجوم النادي الاهلي النهارده رامي ربيعه، النهارده اكتشاف النهارده فركزك ما شاء الله، تطلع من النادي الاهلي على منتخب مصر على طول، عوده قويه وعوده حميده، وتستاهل كل خير، وتعبت وربنا اداك على تعبك النهارده بتالق كبير في اغلى مباراه، مباراه المقاولين العرب، ومباراه بتساوي لقب رقم 41 في تاريخ النادي الاهلي. دي حقيقه والله، مجهود زمايلي كله، سنه كانت طويله جدا يعني، من اطول السنين اللي احنا لعبناها، كان علينا ضغوطات كثيره في بدايه الدوري من مجلس اداره، ويعني ضغوطات خارجيه علينا على النادي من بره، فالحمد لله قدرنا نعدي بالمرحله، وقدرنا كابتن محمود الخطيب طبعا قعداته معانا كانت تفرق معانا، وطبعا الجهاز الفني والجهاز الطبي عملوا مجهود جميل معانا، وعملوا مجهود كبير جدا معانا، ما نقدرش ننسى فضلهم. واللعيبه من اول الموسم بصراحه يعني، انا ما شاركتش من اول الموسم، بس الحمد لله ربنا كرمني وحضرت اغلى مباراه يعني، دي بالنسبه لي في الدوري الامر بالخواتيم. ايوه بالظبط، دي بالنسبة لي كانت في الدوري كله يعني، الحمد لله كان علينا ضغط كبير على مباراة الزمالك لما طبعا اتعادل، فحط علينا ضغط احنا ان احنا لازم نكسب، وطبيعي احنا بنبص لماتشاتنا من غير مش ماتشات الخصم، احنا كل طول عمرنا في النادي الاهلي متعودين ان احنا عشان جبت جونين يعني النهارده اهو، عادش عارف اكلمه خلاص، كلامي فرق اهو، عادش عارف اكلمه، ربنا يكرمه والله، اللعيب يستاهل كل خير، وربنا يكرمنا كلنا ان شاء الله، وقبل ماتش الزمالك ان شاء الله، والفوز ده لجمهور الاهلي صبر معانا كتير من بطوله افريقيا بصراحه، ليهم كل تقدير وكل احترام يعني، وقفوا جنبنا ما هزهمش النتيجه اللي احنا وصلنا لها، كان طبعا زعلهم بخروجنا من بطوله افريقيا يعني، احنا كلعيبه زعلانين يعني من نفسنا كجمهور، مكسب وخساره، مكسب وخساره، بس جمهور النادي الاهلي بصراحه يشيلنا مكسب على طول، لا حتى لو مكسب ده حقهم علينا، لان احنا بنتعب واحنا بنشيلهم وهما بيشيلونا، فاحنا بصراحه اتبسطنا جدا في الماتش اللي كان هنا في سان داونز لما شجعونا وقدروا ان احنا بنلعب بمجهود. جمهور الاهلي بصراحه بيقدر المجهود، مش مهم المكسب ان شاء الله، لو خسران يعني النهارده لو خسران بشرف جمهور الاهلي هيطلع يساندك، لان جمهور الاهلي عارف امكانيات لعيبته وعارف روح اللعيبه اللي بتلعب للنادي الاهلي وروح الفانيلا الحمراء، فاحنا مبسوطين من ده، فالجمهور المكسب ده ليهم يعني، الحمد لله الحمد لله. صباح النهارده ونركز بقى في مباراه الزمالك. بالظبط يعني، مباراه الزمالك ليها طابع خاص وليها شكل خاص عند جمهور النادي الاهلي ولينا، وطبعا الجمهور برده الزمالك عنده مباراه الاهلي والزمالك لازم تبقى بشكل حلو يعني، ما فيهاش تعصب وما فيهاش اي حاجه خالص، بالعكس 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 يعني، احنا كلنا اصدقاء وكلنا يعني ما فيش اي مشكله خالص بينا، الفكره كلها عايزين نعمل قمه حلوه وقمه تليق بالفريقين، فبصراحه الزمالك عمل ماتشات كويسه جدا، وكان بصراحه كان ند قوي جدا لينا، وبصراحه يعني الزمالك فريق كويس، ونتمنى لهم التوفيق الفتره الجايه ان شاء الله. شكرا يا نيكو. شكرا كابتن اسلام، عوده ليك من جديد، اتفضل. شكرا جزيلا يا شريف، ويعني الف مبروك ليك، والالف مبروك لكل لاعبي النادي الاهلي، وكل جمهور النادي الاهلي يستحق هذه الفرحه، يستحق. لكن زي ما حضراتكم شايفين كل كلام اللاعبين ايه، هنفرح وهنتبسط النهارده، اللعيبه خلاص خدت على تعودوا على كده، تعودوا على كده، هنقعد النهارده وهنفرح وهنتبسط قوي، ومن بكره ان شاء الله نبتدي نفكر في مباراه يوم الاحد القادم. الخطيب يهنئ اعضاء وجماهير الاهلي بالدوري، وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والمشرف العام على كره القدم التهنئه لاعضاء وجماهير الاهلي بمناسبه الفوز ببطوله الدوري للمره رقم 41. أشاد بالمجهود الكبير الذي بذله الجهاز الفني واللاعبون، وكذلك الانضباط الفني والسلوكي على مدار مشوار البطولة، مؤكدا على أن هذا التتويج يحمل الجميع مسؤولية كبيرة في الفترة القادمة لإحراز المزيد من الانتصارات والبطولات لإسعاد جماهير النادي الأهلي وتحقيق طموحاتهم، تحقيق طموحاتهم على كل المستويات المحلية والإفريقية. ده كان الكابتن محمود الخطيب مهنئا أعضاء وجماهير النادي الأهلي بالفوز بالدوري رقم 41. كابتن شريف، انت عمال تبص في التليفون، عمال توريني حاجات بس مش هنقدر نقولها، لكن عمال توريها لي.
ها مبسوط انت طبعا وفرحان؟ مبسوط قد ايه الفرحه طبعا، مفيش اجمل من الفرحه. سمير بيقولك بيقول لك هو مستنيها ابعتها له عشان لا انا عايز اقول لك انا بجد انا مبسوط للناس اللي احنا هنا كل منا في موقعه بنقول يعني احنا هنا بندير الشوتات كلنا مع بعض لاخواتنا اللعيبه وبنتمنى لهم ان هم يكونوا في احسن طبعا شكله بامكانياتهم اللي هم احنا اتفرجنا عليهم لعيبه امكانياتها كبيره قوي، فلما بيجي لعيب انت بتشوفه قل او حصل اي حاجه او اصيب او فبيبقى ده دورنا ان احنا نرشد او دورنا ان احنا نقول احنا كنا ايام ما كنا بنلعب احنا كان الواحد مثلا في ظروف معينه بيجي لنا اللعيبه الكبار ويتلموا حوالينا ويدونا النصايح ونلم بعضنا في الجامع صح. كابتن حسن صح. حمدي وكابتن محمود غطيف وصفا يونس وصفا عبده يقولوا علينا ان هم دول جواهر يعني جواهر دي كنا احنا بنجري جنبهم بنجري نسند معاهم وهم يدونا الطريق خريطه الطريق فاحنا لما بنبقى موجودين وبنتمنى للفريق كل الخير ده من قلبنا لان احنا شفنا ايام حلوه قوي احنا بجد شفنا ايام جميله مع فرق عظيمه مع لعيبه عظيمه في مصر كانت كنا بننافس برضو يعني لو قعدت احكي لك نادي الزمالك كان حسن شحاته وفاروق جعفر وعلي خليل وكابتن طه بصري ومحمد توفيق واحمد رفعت انا لحقت الناس دي سامي منصور مش عايز انسى احمد صلاح مش عايز انسى الناس دي كلها ناس عظماء ومن الناشئين بقى طلع معايا ابراهيم يوسف وسعيد الجدي ونصر ابراهيم لعيبه كانت لغايه ما ايمن يونس برضو لحق معانا ايمن يونس لعيبه محترمه جدا كانت طبعا. وكنا بننافس منافسه اللي هي على البونت زي النهارده كده اخر مباراه دايما كانت بتبقى ديسايد بيننا وبين نادي الزمالك لو تعادلنا يا في مصلحه الزمالك يا في مصلحتنا يوم زي ده النهارده اتعرض علينا هم كانوا بيلعبوا الاسماعيلي في اسماعيليه واحنا كنا بنلعب المحله في المحله في مصر هنا وخلص بالهدف الاعتباري اللي احنا كنا نادي الزمالك كسب يعني احنا عدينا في كل الاجواء دي عدينا في كل الشكليات دي الفرحه دايما من متعودين والله احنا كنا بنفرح وانتم عارفين للجماهير عشان نعرف نمشي في الشارع يعني احنا كنا بنفرح عشان الناس اللي بتحبنا قوي دي الناس اللي فاكرانا لحد النهارده ويوقفني النهارده واحد في المول هنا جنبنا يقول لي انا عايز اتصور عليك انا اتصور معاك اتصور معايا كويس مين اللي عرفه بشيف عبد المنعم؟ قناه النادي الاهلي وشويه الحاجات اللي انا لعبتها شويه الذكريات شويه يعني بنبقى فرحانين بنفسنا حتى واحنا دلوقتي بناخد الريسيف يعني بنستلم الجوائز اللي احنا واحنا ماشيين في الشوارع احنا زيكم زي اللعيبه بنفرح لكم لان احنا كمان بنطلع معاكم على فكره مش انتوا بس احنا من الكيان نفسه احنا نعمه ان احنا كلنا كنا في النادي الاهلي الحقيقه ونعمه ان احنا مع بعض وبنحب بعض احنا يعني من قلبنا بنقول لكم الف مبروك وربنا رسم لكم يعني الخريطه خلاص ازاي تحافظوا دايما على بطولاتكم وعلى جماهيركم الجميله اللي بتقف جنبكم في المحن وما نشوفش سنه زي دي تاني يعني مش انتوا بايديكم باذن الله جنب بعض تقفوا جنب بعض اللعيب الكبير انتوا تحافظوا عليه وهو يديك خبرته يعني كل ده احنا عدينا فيه الحقيقه انا يعني بشكركم كمان كل بشكر القناه كلها وبشكر كابتن اسلام برضو انت استحملت السنه دي معانا سنه صعبه قوي بلال وحشيش واسامه وماهر حمام وكابتن فتحي كابتن عادل طعيمه كابتن ريم عبد الصمد ماهر حمام قلنا كل من جانا سمير كمونه كابتن ربيع ياسين اسامه عرابي ناس بقى ها ناس كتير قوي اللعيبه كابتن زكريا جه معانا حماده صدقي كابتن حماده صدقي عبد الرحمن قلنا في كومبيتيشن على طول ازاي نبقى خلف اللعيبه وندي خبراتهم كلهم من لعيبه دوليين للعيبه راحوا كاس عالم للعيبه هو ده النادي الاهلي والمفرغه اللي احنا كلها فيها بنبارك له وبنبارك لكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته على الاستحمال اللي هستحملوه السنه دي كله الحمد لله النهارده الدوري ان شاء الله في غصون ايام يبقى الكاس وباذن الله يبقى الايام كلها جميله جدا على الفانيلا الحمراء والقلعه الحمراء باذن الله يا رب ان شاء الله كابتن حشيش مش جاي معايا ان انا اتكلم فني طبعا ناسي معايا خالص ليه النهارده يوم جميل اصلا يوم جميل الحقيقه وفرحانين كلنا ومبسوطين مش عايزين نروح للنواحي الفنيه ولكن كلامنا كله النهارده مباراه كان زي ما بلال قال وزي ما حضراتكم اتفقتوا دايما ان النهارده كان يوم او اللعيبه النهارده كانت تحس انها واقفه على رجليها اكتر ماتش يمكن اللعيبه كانت واقفه على رجليها طبعا النهاردة. وده الفرق ما بين النادي الاهلي وحد الدافع والحماس والهدف وكل اللعيبه النهارده بالجهاز بالجمهور بالدنيا كلها كانت مستنيه طبعا الهدف ده ضرب الجزاء الاول يعني طبعا. وجهه نظري طبعا لغايه لما جينا كابتن سمير بس كويس انها راحت وكملت راحت وكملت وتمام اتفضل يا كابتن
فعايز اقول لك ان يعني النهارده اللعيبه كانت واقفه على رجليها عشان الهدف كان قوي وما كانش فيه، يعني زي ما قلنا قبل الماتش احنا مش مهتمين بالتشكيل، احنا قلنا اي 11 لعيب ينزل لازم يكون على قد المسؤوليه ويبذل قصارى جهده، قلنا الحاجه الوحيده بس اللي تبقى لا قدر الله مش موجوده اللي تعب في اللعيبه اللي هي عدم التوفيق. مظبوط. انما مش هن يعني مش هنستحمل اي تقصير من اي لعيب، والحقيقه كان كل لعيبه على قد المسؤوليه. اللي انا عايز اتكلم فيه وببارك طبعا للجمهور الكبير بتاع النادي الاهلي، وبقول لجمهور النادي الاهلي اللي لسه شباب صغير اللي ما شافش الناس الكبيره الاهلاويه القدام مروا بالتجارب دي او شبيهه بالتجارب دي مع النادي الاهلي، وعمر ما النادي الاهلي خذلهم، فثقتهم كبيره جدا في النادي الاهلي. الصغيرين بقى عايزين نقول لهم اوعوا تفقدوا ثقتكم في النادي الاهلي، سنه عن سنه بتاكد لكم الكلام، وثقتكم لازم تبقى موجوده على طول مع النادي الاهلي، سواء لاعبين سواء اجهزه سواء اداره، كله بيتكاتف طبعا لمصلحه النادي الاهلي. وسر التكاتف وان احنا كلنا بعدها تاني ان احنا على موجه واحده هو ده سر نجاح النادي الاهلي. يعني كابتن بلال شايفين اهداف حلوه النهارده، طب على الاقل خلينا نشرح الاهداف يعني. معلش يا سمير هات لنا الهدف الاول مره ثانيه. الهدف الاول ضربه ثابته وليد سليمان جت في ايد محمد سمير اعتقد، راحت لعلي معلول حطها جون قبل. تصرف رائع من علي معلول الحقيقه، تصرفه علي اللعيبه اللي عندها الحته الهجوميه الحلوه، عايز يسجل هدف، عايز يكون له تواجد دايما في ال 18، يعني علي معلول النورمال بتاع الباك ليفت مش ده خالص، مش في الحته دي ولا في المنطقه دي ولا في المكان ده خالص. لا لا خالص خالص تمام، ولكن هو لعيب بيحب يسجل اهداف، بيحب يكون له بصمه هجوميه، بيحب يعمل اسيست كويس. علي يعني اشبه بالعارف بالوينج ليفت بتاع زمان يعني، فاهم ان هو بطريقه 4 طبعا ما فيهاش ريحه 4-2-4 يعني فاهم قصدي؟ اهي باينه اهي. انت فاكر زمان كان في طريقه اسمها 4-2-4 اسلام، هو اشبه بالحته دي، هو دايما منطلق، دايما عايز يسجل هدف، دايما عنده الرغبه في تسجيل الاهداف وصناعه الاهداف. حقيقه تصرف رائع جدا وذكي من علي معلول، حطها في بطن رجله في الزاويه البعيده، حاجه الحقيقه تحسب لعيب كبير يعني، لعيب عنده امكانيات، عنده فينش كويس، ودي مش اول مره يسجل هدف بالشكل ده يعني. حاجه جميله جدا زي ما انتم شايفين كده. طيب الهدف الثاني ايه يا سمير؟ احنا هنقعد نتفرج على الجون ده بس؟ الهدف الثاني ده، طب وهات لنا الهدف الثاني ده 100 مره بقى عشان نقعد نتفرج عليه بس. سلام بقى لو ترجع الهدف ده جبناه كذا مره السنه دي. لو ترجع تجيبه لنا من الاول. من بدري، لان رمضان صبحي له دور كبير جدا 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 في بالظبط كده، فيا ريت ترجع. ماشي تعالى يلا هنجيبه من الاول يا كابتن بلال، يا كابتن شريف، يا كابتن حشيش، عشان برضو دور رمضان صبحي الترقيصه اللي عملها في خمسه او اتنين جايين طبعا حته واحده حطها من فوقي، خد الناس معاه ولعبها في الناحيه الثانيه، واتعملت قبل كده بس رمضان عملها اعتقد في ماتش المقصه لحسين الشحات وجابها جول. رمضان بقى اللي عملها، ما كانش صالح صحيح. جمعه صحيح. اللي عملها اهو من اول فين دي من اولها هو كابتن. بص يا كابتن، واحده واحده كده، بص راحت لرمضان، راح اتنين لعيبه عليه، رقص راح عدى، خد ال 20 30 40 متر اللي بيمشي بيهم دايما كالعاده، وحطها لصالح جمعه المعلم الرايق الجميل الكل بالمقاس مسطره سلام لو لعبها بالعرض بقى كمان. يا سلام بقى لو لعبها بالعرض كمان، لكن ماشي احنا عايزين حسين الشحات يجيب 10 تجوان مفيش مشكله. فجون حلو قوي بلاي. طبعا جون حلو قوي قوي يعني. بص رمضان النهارده كان مميز جدا صبح. عجبني قوي النهارده، ثقه عاليه قوي، فتنس حاضر يا كابتن، فنيا موجود في ملعب بشكل كويس قوي. رمضان لما بيكون جاهز بدنيا بيفرق مع النادي الاهلي بشكل كبير قوي قوي. النهارده واضح انه واقف على رجله، واضح كمان ان الرغبه عنده عاليه قوي قوي. يمكن انا سمعت له كام تصريح الفتره اللي فاتت ان انا مستمر مع الاهلي السنه دي عشان البطولات مش عشان حاجه ثانيه. ده ماتش بطوله بالنسبه لرمضان صبحي. السبيريت اللي عنده دي مش سبيريت بتاعت ماتش عادي. لا بتاعت ماتش واحد نازل عارف ان المباراه دي هتحسم بطوله. فبالتالي القوة اللي موجودة، الإصرار اللي موجود، رمضان النهارده في أكتر من كرة مشتركة بيتضرب وبيقوم بيكمل. برافو عليك. مش بس مش بيتضرب مستني ياخد ضربة حرة مباشرة وياخد ركلة قوي معلم. لا لا معلم. طبعا صالح جمعة طبعا صالح جمعة طبعا حاجة ده حاجة رائعة جدا جدا جدا. ده أنا حسيت رؤية عالية قوي يا كابتن. هو ده بص عارف بلغة السلبي بيسموه بصير، عارف أنت بتحط الكرة يا دوب
يا دوب لا احنا مش عايزين من صالح حاجه غير كده على التاتش الاخير والله سالنا عليه في الشوط الاولاني على التاتش الاخير بس انا لو من حسين مش يعني مش هحطها بطن رجلي طب العرض يا بوش رجل الخارجي لازم بص صعب قوي اكمل الحلاوه يعني احطها من فوق كده بالراحه هاديه يا اما العبها بالعرض زي ما انت قلت يا اسلام احنا تفكيرنا كباكات يعني لازم اعملها بالعرض بصراحه ما اجيبهاش جول عشان تكمل حلاوتها الجول اللي جابه في المقصه كان اول مباراه حلو جدا نفس كان اول مباراه لي كمان يعني اول مباراه لي ودي اخر مباراه بنفس الشكل في الموسم يعني وبعدين هي لسه خلاص اخر مباراه في الموسم يوم الاحد ان شاء الله انت لغه الكره بتبقى زي ما قلنا قبل الماتش مفيش كوره عاليه بقى ده كله على الارض وكله ماشي وبيبصوا لبعض وبيعملوا الزياده العدديه وبيخشوا جوه ال 18 ولما نزل البصير زي ما قال بلال شايف الدنيا ازاي بيساعد الفيرود بتاعه الدنيا اتظبطت بس عايز اقول لك حاجه يا كابتن الجول ده بينم عن ثقه يعني بقت موجوده عند حسين الشحات الطبيعي لو هو فاقد الثقه زي الفتره اللي فاتت هيلعبها بالعرض طبيعي لازم يعني اوتوماتيك على طول لعيب ما عندوش ثقه هيحطها بالعرض وانا خلاص انا عملت اللي عليا عملت اللي عليا وخلاص ما حدش يلومني لكن واضح ان هو في ثقه يعني برضو كان في كان في تصريح لمستر سارتي بيشيد باداء حسين الشحات في الفتره اللي فاتت كلها فواضح انه الحته دي ثقه عاليه قوي قوي انك تحط الكره في جول وتتحمل انك فرصه زي كده جميل. حاجه رائعه جدا كده وده طبعا تتويج جدا اللي جامد ده جات له واحده من اشرحوا لنا انت يا كابتن شريف ده الجون ده اللي جامد يعني ده الجونين دول يا سمير نقعد نعيد فيهم 8 ايام يعني انهم حلوين يلا يا كابتن شريف اشرحوا المحاوله العرضيه خدت بالك رجعت له تاني الراجل مساك 196 سم ثبته وراح حاطط الكوره بباص دايما المساك الطويل بيبقى عنده مشكله في الارض مشكله في وخصوصا لما يبقى بيلعب قدامه اقصر منه فيعدي من تحت من تحت رجليه كده فلا الراجل عمل فكره رائعه وشاف لا هيجي يمين ولا يجي شمال هي دي المنطقه اللي عدي منها راحت الكوره من بين رجله كابتن شريف خلينا نروح لشريف برضو ولكن شريف شعبان زميلنا الشريف شعبان من فندق الاقامه شوف هيقول لنا ايه برضو شريف اتفضل ده هينهي كده تمام بس يوم حلو بصراحه ومن حقك تحياتي ليك كابتن اسلام والف مليون مبروك الف مليون مبروك لضيوفك الف مليون مبروك لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان بالفعل احنا وصلنا الان فندق اقامه النادي الاهلي يمكن على طول بعد الوصول كان في ميعاد العشاء ويمكن المفلت والمفرح للاعبي النادي الاهلي هم اثناء العشاء كانوا بيتفرجوا على كواليس النادي الاهلي كانوا بيتفرجوا على شقات النادي الاهلي ومعجبين طبعا بالاستوديو معجبين بالضيوف الكرام معجبين بالتحليل معجبين بكل ما هو تم تصويره النهارده في شاشات النادي الاهلي الحمد لله البطوله رقم 41 زي ما قلت لك كابتن اسلام وشك حلو وش ضيوفك كويسين وحلوين الحمد لله بعد مجهود كبير موسم شاق موسم صعب جدا بيتوج النادي الاهلي للقب رقم 41 في تاريخه كابتن اسلام معاك لو في اي استفسار انا بس عندي استفسار واحد بس هو البسين فاضي ليه البسين فاضي بقى يا كابتن خلاص بقى لحد الساعه 5 وخلاص لا كنا بنشيل بعض وننط والكلام بس خليني اقول لك كابتن اسلام عشان برضو يعني لازم لو سامعيننا يا جماعه نطوا في البسين طبعا عشان كان عاوزين يعملوها بس يعني ايام ما دخلنا كاس العالم كان عاوزين يعملوها بس خدوا كوبر يعني ونطوا شويه وعاوزين كمان يركزوا في ماتش الزمالك كمان باذن الله لا ما هو ماشي ما احنا اتفقنا ان النهارده او زي ما الكابتن بعد العشاء خلص خلاص ككابتن او كمدير للكره في النادي الاهلي هو من حقه طبعا هو اكيد شايف من بكره الصبح هيبقى الفرحه هتبقى موجوده لغايه امتى وبعد كده ان شاء الله نشوف اللي بعد كده هيحصل ايه ولكن يعني اهم حاجه احنا عايزين نوصلها للاعبين قد ايه احنا سعداء جدا بالمجهود اللي عملوه قد ايه احنا كلنا الحقيقه فخورين جدا بيهم قد ايه انتوا عملتوا النهارده تحديدا جيم رائع جدا النهارده او طوال من شهر واحد وحتى الان او انا اسف منذ بدايه الدوري وحتى الان كل جمهور الاهلي فخور بيكم كل جمهور الاهلي واقف في ظهركم لغايه يوم الحد اللي جاي يوم الحد اللي جاي كل جمهور النادي الاهلي ينتظر لعبه النادي الاهلي بعد حسم درع الدوري ان شاء الله حسم القمه في يوم الحد القادم ان شاء الله دي اهم حاجه نوصلها ليهم يا شريف وانا بشكرك جدا جدا انت وطاقم العمل اللي معاك على اليوم الجميل النهارده
طبعا يا كابتن اسلام هوصل لهم رسالتك، هوصل لهم رساله ضيوفك طبعا، ولازم اشكر طاقم العمل اللي تعبوا معايا النهارده طبعا، مدير التصوير الاستاذ محمد عويضه مع منصف عادل حديدي عمرو في التي في يو، وطبعا المكوك اللي ما بيهداش ده كروري النهارده مخرجنا اللي عمل لقاءات يعني وساعدنا النهارده، عملنا شغل كويس جدا الحمد لله. كرو النادي الاهلي بيشرف اي مكان يعني وبيساعد اي حد على النجاح طبعا، سوى تحليلي ولا اروع ولا اجمل. انا فخور يا كابتن اسلام اللي شغال معاك والحمد لله على التغطيه اليوم، وباذن الله كل ده هيوصل للاعبي النادي الاهلي الان، مش هقول لك بعد قليل يعني. مبروك وبشكرك جدا يا شريف، وبشكر كل طاقم العمل اللي عندك واللي عندي، اللي عندي برضو بذلوا مجهود كبير جدا جدا جدا، وفي النهايه النادي الاهلي دائما طبعًا يظل طبعًا فوق الجميع، ونفضل دايما مبسوطين ونفضل دايما فرحانين. ان شاء الله نشوفكم يوم الحد اللي جاي، نشوفكم يعني انتوا، احنا لسه الجمهور قاعدين معانا شويه لكن نشوف ايه اللي هيحصل بقى ان شاء الله في معسكر النادي الاهلي، ودايما هتكون معانا خلال الثلاث اربع ايام اللي جايه حتى يوم الاحد القادم. وان شاء الله بقى بعد يوم الحد هنشوف البسين بقى، ونشوف اللي هيحصل في البسين ساعتها، وننط في البسين، ومين العداء اللي بيعرف، هنروح ننط معاكم صحيح. وبشكرك يا شريف جدا، شكرا جزيلا. باذن الله، ويبقى الاهلي فوق الجميع، يظل دائما النادي الاهلي فوق الجميع. وبرده هم اربع حروف كتبوا هذا الانجاز، تفضلوا دايما مبسوطين فرحانين. كل الحقيقه ردود الافعال اللي جايه لنا بشكركم جدا عليها، اي حاجه احنا بنعملها في هذه القناه او اي حاجه بنعملها داخل او بتتعمل داخل النادي الاهلي، احنا كلنا عيله واحده، كلنا عيله واحده، القناه مع النادي، المقرات المختلفه للنادي مع مجلس الاداره مع اللاعبين مع الاجهزه الفنيه المختلفه في كل الالعاب، كلنا غرضنا واحد بس، ان حضراتكم تبقوا قاعدين في البيت كده مبسوطين وفرحانين، وهو ده اهم حاجه بالنسبه لنا النهارده. انا عارف ان كل الاهلاويه مبسوطين وفرحانين، ان شاء الله خلال الفتره القادمه كل الاهلاويه يبقوا مبسوطين وفرحانين دائما، لان هو ده اللي احنا عايزينه كقناه وكمجلس اداره وكلاعبين وكجهاز فني. يعني كابتن شريف برضو فنيا بقى وخلاص، فنيا بقى بصراحه كلنا فنيا بصراحه، انا فاهم كيف من حسين شحاته النهارده بصراحه، كيفنا يعني بصراحه النهارده رمضان صبح كيفنا قوي مباريات اللعيبه النادي الاهلي. وليد سليمان بالارهاق اللي عنده والدنيا بالمناسبه، انا اسف يا جماعه معلش، انا مش هرد على حد صدقوني، كل الكلام اللي بيتقال ده انا مش هرد عليه، رمضان صبحي مش عارف ايه والكلام ده كله انا مش هرد عليه، انا مبسوط وفرحان زي بقيه المحللين الكبار اللي موجودين معانا، فانا مش هرد، انا زي ما قلت دايما اقوال او افعال وليست اقوال، افعال وليست اقوال. خلي اللي عايز يتكلم ويقول اي حاجه يقولها، احنا ما عندناش اي مشكله. في حد يتكلم تاني ولا لا؟ يعني حابب اقول لكم بعد الحلقه، لكن انا دايما كل حاجه بتوصل لنا عشان انت عارف بقى ايه يعني، دايما على الفيسبوك كل حاجه بتبقى واضحه وبتاع، لكن انا دايما خلاص إيه؟ لا مش هيتقال يعني، لا الدنيا حمراء النهارده، مش حاجه تقال يعني الدنيا غامقه، ما حدش عنده حاجه يقولها، دم غزال النهارده يعني، مش حد عنده حاجه يقولها، اللعيبه دي الحقيقه احنا مبسوطين وفرحانين، انا ببارك، هنفضل مبسوطين وهنفضل فرحانين، ومفيش حد هيحط الكرسي في الكلوب او هيضرب في الكرسي، ما تقلقوش مش هنقول اي حاجه. عايزين نستغل نقول للعيبه مروان محسن وحسام عاشور وجيرالدو واحمد فتحي، طب يا جماعه ناخد المكالمه دي لانها مكالمه مهمه جدا من واحد من نجوم النادي الاهلي، معلش قبل ما تتكلم، مش عايزين نتكلم احنا، عايزين نسمع انا عايز اسمع الناس ولا تتكلم اللي وحشنا اللي لعبوا خلال هذا انا عايز اسمع الناس اللي وحشنا بصراحه، الناس اللي وحشنا وبقالنا كتير قوي ما سمعناش صوتهم، ولكن كان لهم دور اساسي وكان لهم دور كبير، خصوصا ان هم في المانيا بقى. خلينا نقول الو. الو كابتن سليم. يا كابتن سعد، ازيك يا سعد؟ ازي حضرتك؟ الف الف مبروك يا سعد، دور مهم ليك وواحد من كباتن الفرقه اللي موجودين وابن من ابناء النادي الاهلي، وفرحه كبيره جدا. انا عارف ان انت في المانيا، انا مش هطول عليك، ولكن يعني اولا انا حابب ان انا اجيبك عشان ابارك لك جدا جدا على هذا الموسم، على الرغم من الاصابات اللي كانت موجوده فيه، ولكن في بعض الاوقات الكثيره تحملت على نفسك انت واي لعيب الحقيقه في النادي الاهلي خلال هذه الفتره، فانا حابب ان انا احييكم النهارده واقول لك الف الف مبروك يا سعد. الله يبارك في حضرتك كابتن، ومبارك للكابتن بلال وكابتن شريف وكابتن حفيش ومنورين، والحمد لله يعني الف مبروك لجمهور النادي الاهلي العظيم، ودوري صعب بالنسبه لنا السنه دي، دوري مهم، جمهور النادي الاهلي يعني دي اقل حاجه وحاجه بسيطه نقدر نقدمها له السنه دي، وببارك للمجلس الاداره طبعا كابتن الخطيب ومجلس الاداره كله واللعيبه الرجاله اللي عملوا موسم السنه دي بصراحه، ميزه الموسم السنه ده كابتن اسلام في الروح، يعني هو ده شعار، هو الروح دي اهم حاجه، الاهم من الفنيات واهم من اي حاجه الروح، وتاريخ النادي الاهلي على مدار تاريخ النادي الاهلي وعلى مدار فترات النادي الاهلي، الاجيال اللي تبعتنا زي حضرتك وزي النجوم اللي عندك،
اتحطت اساسات للنادي الاهلي يعني متوصله في الروح، فاحنا نمشي عليها ولازم نكمل عليها ولازم نبني عليها، فالحمد لله دي اهم ميزه السنه دي. يعني سعد انت واحد من كباتن الفريق، لسه صغير يعني، ربنا يديك العمر وتفضل في الملاعب وقت طويل جدا، لكن واحد من كباتن الفريق واحد من ابناء النادي الاهلي، امور صعبه جدا عدت عليكم خلال هذه الفتره، وفي وقته كان صعب جدا، واصابه سعد سمير واصابه كذا لاعب في هذا المركز، اعتقد ان هي هل خليتك تبقى قلقان شويه سعد، ولا انت عارف ان لعيبه النادي الاهلي قادرين ان هم يلعبوا في هذا المكان؟ والله كابتن اسلام، يعني هو الاصابات طبعا بتاعت ربنا والواحد بيبقى زعلان، لكن هو بصراحه في حاجه انا بقولها دايما في النادي الاهلي، النادي الاهلي هتحط فيه اي حد هيمشي، اي حد هتحط في النادي الاهلي هيمشي في اي مكان. محمد هاني لعب سيرفيك اعتقد لما انت اتصبت، صح؟ محمد هاني لعب سيرفيك، هاني بشعره كده قاعد يهز في شعره ولعب سرد باك كان كويس جدا. النادي الاهلي يا كابتن اسلام، هو انا بقول دايما النادي الاهلي هو اللي بيجيب لاي حد يكون موجود، هو اللي بيجيب لاي حد يكون بيلعب في النادي الاهلي، ف طبعا بتبقى مثال انت مصاب وتبقى حاسس كان نفسك تكون موجود مع الفرقه، وكان نفسك زي ما حضرتك بتقول احنا في خمس لعيبه احنا اهجم ناس في الفرقه، وبقالنا اقل واحد فينا بقى له 10 سنين في الدرجه الاولى، اللي هو يعني احنا اقل واحد اللي هو بقى له 10 سنين او 11 سنه، فطبعا بتبقى في عليك مسؤوليه كبيره طبعا. لكن زي ما بقول لحضرتك الرجاله اللي موجوده واللعيبه اللي موجوده اسم النادي الاهلي لوحده بيقدر يضيف لاي حد، يعني يقدر يشيل مسؤوليه. سعد النهارده لما دخل الجون الاول ودخل الجون الثاني اكيد كنت بتابع المباراه. طبعا. يعني فرحت ازاي؟ عملت ايه؟ بتفكر كمان في المباراه اللي جايه ازاي؟ وانت بره. والله انا كابتن اسلام، انا ما بتفرجش على كوره كتير. الحاجه الوحيده اللي ممكن اتفرج عليها ماتشات النادي الاهلي. يعني الماتش الوحيد اللي ممكن اتفرج عليه لو انا مش بلعب هو النادي الاهلي. انا اكتشفت لما اتصبت السنه دي اكتشفت ان انا يعني متعصب جدا يعني، وبنفعل وبعرف اخبط وبشتم زمايلي زي الناس العاديه يعني، فطبعا بقعد اقول الناس ليها حق تطلع عينينا واحنا بنلعب من حبها للنادي ومن خوفها على الفرقه، فطبعا بتبقى هتموت والفرقه تكسب، بتبقى قلبك مع كل كوره ومع كل هجمه لينا وكل هجمه علينا، فانا كنت قلقان كده من حضرتك عشان خاطر مهم وماتش يحسم الامور، واحنا كنادي اهلي ما تعودناش نفرط في الهدايا اللي بتجي لنا، انا قاعد بثبت ومتقاتل هتصوت لي اي حاجه فيها بدايه مش حاسبها. فهو النهارده كان كده انت طيب بتفكر اتفضل كمل. اللي هو انت بس بتسرح شويه، وهو ده النادي الاهلي يعني، هو ده النادي الاهلي، هو ده الاسد دايما، هو يصطاد اي حاجه تعدي من قدامه. انا شايفك على تويتر اهو عمال ايه انت وايفونا وكم حد كده عمالين تهزروا على تويتر، تمام يعني 100 100. فالحمد لله يعني بطوله مهمه ومكسب مهم، وزي ما قلت لحضرتك دي اقل حاجه تبقى الجمهور الاهلي. المباراه القادمه سعد، يعني دايما مباريات الاهلي والزمالك بتبقى مباريات خاصه جدا، وخصوصا لاولاد النادي تحديدا كمان، خلي بالك، فشايف المباراه اللي جايه ازاي؟ يعني النهارده هنحتفل طبعا وهنبقى مبسوطين وكذا 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 وكذا، لكن هنبتدي اكيد نركز من بعدين. وبعدين ده الدوري السابع ليا، فالحق اشوف نفسي. السابع بس؟ السابع بس. ده انت قربت. عمالين ننفسن على عاشور. لا عاشور خلاص بقى، عاشور في المركز الثاني يعني، نادي الاهلي 41، عاشور في المركز الثاني 12 دوري، خلي بالك ما حدش هيعرف، ولا صعب ولا ممكن. عاشور فاضل له كام بطوله كابتن ويبقى اللعيب رقم واحد في العالم. ثلاث بطولات اعتقد تقريبا. ان شاء الله الكاس والبطولات اللي بعدها وعاشور عشان يعادل الرقم ده ان شاء الله. ان شاء الله. بتفكروا ازاي في الماتش اللي جاي؟ انا عارف ان انت بره، ولكن دايما قلبك مع اللاعبين. لا بنتكلم يا كابتن يوميا، بنتكلم وبنقعد نتكلم مع اللعيبه وبننقل لهم الصوره، لان النادي الاهلي فيه ست لعيبه دلوقتي يعتبروا من اقدم الناس في النادي، بقى لهم زي ما قلت لحضرتك فتره كبيره. مظبوط. فالسته دي بيبقى عليهم دور كبير في الكلام ده، لان الفتره اللي فاتت بيجي لك لعيبه برده كتير من بره، فانت بتحاول تنقل لهم الصوره في اسرع وقت عشان خاطر اللعب في النادي الاهلي مش سهل خالص خالص يعني، ودايما الضغوط اللي على الفرقه واللي على اللعيبه واللي على النادي، احنا دايما بنقول لو انت مش قد الضغوط دي في النادي الاهلي يبقى قول ان انا مش هقدر، لان هو المكان كده، هو المكان بتاع ضغوط وبتاع تحمل مسؤوليه وبتاع اصرار وبتاع دايما رقم واحد، فهو انت مطالب بالكلام ده كله. تمام. لازم اللي جاي يبقى قد كده،
زي ما حضرتك بتقول الماتش اللي جاي ماتش مهم طبعا، لان انت في الاول وفي الاخر ده المنافس التقليدي بتاعك وده المنافس بنفسك على البطولات. فانت زي ما بقول زي ما احنا بنقول دي بطوله خاصه. مظبوط. احنا بنفرح بالدوري اليومين دول وبنستمتع بالبطوله المهمه اللي هي جت كنت انت فين وبعيد والناس عماله تتريق والناس عماله تتكلم. وطبعا اكيد انتوا ما تعرفوش النادي الاهلي. يعني اكيد انتوا ما تعرفوش النادي الاهلي اللي بيتكلم بالاسلوب ده، انت ما تعرفش النادي الاهلي. برافو عليك. ما درستش تاريخه كويس، ما درستش عدد المواقف اللي الاهلي مر بيها ونجح ان هو يتغلب فيها كويس، فانت ما شفت ما درستش الكلام ده كويس. فاحنا نتمنى ان انتوا تدرسوا الكلام ده كويس علشان خاطر تقدروا تعرفوا قيمه النادي الاهلي. فزي ما بقول لحضرتك ان شاء الله بطوله خاصه وان شاء الله رجاله النادي الاهلي قادرين ان هم يخرجوا بالماتش بالمكسب ان شاء الله. سعد، مين اول حد انت كلمته بعد نهايه المباراه؟ والله احنا هنيته يعني حد ما هو اللعيبه في الملعب اللعيبه في الملعب على طول. لكن بصراحه انا يعني اكثر حاجه بسطتني ان مستر لاكارتي هو كلمني بصراحه بعد الماتش على طول وهناني وبعت لي رساله عن طريق المدرب المساعد، فدي كانت اكثر حاجه بسطتني يعني بصراحه. مستر مارتن لاسارتي كانت اول حاجه عملها ان هو كلمك بعد المباراه. اه كلمني عن طريق المدرب اللي بعده وهناني وقال لي انت من اسباب المكسب طبعا طبعا. فكرك وافتكر الناس المصابين ودي لسته بصراحه طيبه منه ولسته مهمه معنويا بصراحه بتفرق معانا يا كابتن اسامه انت عارف طبعا طبعا. ويحس باهتمام المدرب بيفرق معاه طبعا. يا عموما سعد ان شاء الله ترجع بالسلامه امتى؟ يعني من المانيا الاول وبعدين تنزل الملعب امتى ان شاء الله؟ بعد بكره ان شاء الله، بعد بكره هرجع القاهره ان شاء الله وهيبقى قدامنا ان شاء الله من حوالي 3 اسابيع في الملعب ان شاء الله. يعني ان شاء الله بدايه الموسم ان شاء الله ان شاء الله يبقى سعد سمير موجود مع الفريق بشكل تام وكل حاجه سليمه ان شاء الله، يعني بعد 3 اسابيع مع بدايه الموسم يعني ان شاء الله يا كابتن. ان شاء الله باذن الله. وببارك برضو للكابتن شريف كرامي عشان برضو كان مصاب معايا هنا وكريم ندفد كان معايا ومحمد محمود، يعني احنا جزء المصابين. ألف مبروك ليكوا، كان لكوا دور كبير جدا ودايما ولاد النادي الأهلي دايما في ظهره ودايما واقفين معاه. ويعني أنا كنت قاصد إن أنا أكلم حد سواء أنت أو شريف من الناس اللي هي زي ما أنت قلت الخمسة ستة اللي هم بقى لهم أكتر من 10 15 سنة في النادي الأهلي، عشان برضو الحقيقة أنتوا تستحقوا الحقيقة كل التهنئة لأن سنة كانت صعبة جدا 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 عليكم. فبشكرك يا سعد وألف ألف مبروك، فوز بالدوري رقم 7 بالنسبة لك، وإن شاء الله تبقى 12 و13 و14 و15 إن شاء الله. يا رب يا رب يا كابتن. ألف مبروك وسلم لنا على شريف وعلى محمد محمود وعلى كريم وعلى كل المجموعة اللي معاك. ألف ألف شكرا كابتن. شكرا جزيلا كابتن سعد سمير من ألمانيا الحقيقة. وده بشكر طبعا فريق الاعداد لانه كان مهم جدا ان يبقى معانا حد من اولاد النادي من قلب النادي من جوه النادي طول عمره في النادي، كلنا اولاد النادي الاهلي طبعا، ولكن واللي شارك كمان في النجاح ده والبطوله دي طبعا دي طبعًا. محمد محمود اللي لعب دقيقه واحده ولا 10 دقائق ربع طبعًا. ساعه على ما اعتقد تتحسب له بطوله في البطوله وله دور في كل الامور. شريف اكرامي طبعا له دور طبعًا. كبير طبعًا. في الملعب وبره الملعب حتى سليف كوليبالي بالمناسبه له دور وله دور في فوز النادي الاهلي ببطوله الدوري العام المصري. طيب كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول مبروك. كنت ببارك للعيبه. كنت ببارك لمين يا كابتن؟ انت عايز تبارك لمين؟ عايز ابارك لهم كلهم بصراحه. يلا يا عم حارس بقى، عم حارس بقى يا جماعه، عم حارس بالنسبه لي انا بقى يا جماعه كام دوري؟ يلا راجل اعتقد من ال 41 هو واخد 42 دوري. من ايامنا من ايامنا احنا ما كنا بنلعب من اوائل سمير فرحه حلوه برضه حلوه دي. ده سعد سمير ده ايام سعد سمير يعني اسالوا عن الجماهير. عم حارس برضو ده ربنا يديله الصحه حلوه جدا دي حلوه دي يعني يعني معلم اجيال برضو بيني وبينك يعني عم حارس طبعا والله من ايام ما كنا بنلعب الشريف اوائل الثمانينات حارس اكبر مني ومنك خلي بالك اصل المجموعه دي لها دور كبير جدا طبعًا. جدا جدا طبعًا. جدا حارس وحنبله وسالم والناس وعم فاروق وعم فاروق الله يرحمه عم حنفي كان له دور برضو كل الناس الحقيقه طبعا. الحقيقه الواحد مبسوط جدا النهارده وسعيد وبيفكرونا بذكريات جميله جدا لان احنا برضو الحمد لله خدنا دوري يعني فخدنا 5 بس ما لحقتش انا خدت 5 بس انا 8 باين ولا 9 8 ما هو انا لا انا جالي حادثه انا كمان لولا الاصابه برضو كان ممكن وخدت 3 افريقيا و3 كاس مصر طلعوا كام دول يا حشيش؟ لا كتير نقعد نحسبها بقى عموما انا قد مره انا وانت كلنا اولاد النادي الاهلي ودائما اللي حتى اشترك اكيد يعني في مباراه واحده وارتدى الفنان الحمراء طبعا كلنا اولاد النادي الاهلي وسيظل دائما النادي الاهلي الفرحه حلوه
فرحه حلوه طبعا, طبعاً. ولكن يظل دائما النادي الاهلي ايه مضغوطين يا اسلام, مضغوطين بطولات وانجازات. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى كابتن شريف في نهايه هذه الحلقه. اوعى تجيب لي حارس لا مش هجيب لك حارس. خلاص يا كابتن احنا عايزين ناخد من حضرتك كلمه بعد فوز الاهلي بهذا الدوري بالتاريخ. والله الف مبروك علينا كلنا وعلى مصر كلها الاهلاويه كلهم, الف مبروك على اللعيبه. مش مصر كلها الاهلاويه بس يا كابتن, عشان ما انا قلت مصر طيب. كلها الاهلاويه تقريبا يعني مصر كلها لا ده يعني 90 في يعني تقريبا مصر كلها الغير بيحترمنا برضو وبيقدرنا الحقيقه, واحنا لما بيكسبوا بنبارك لهم يعني. طبعا طبعا الف مبروك لكل حد بيكسب, ده كومبيتيشن يعني جميله وهو دي اللذاذه اللي في الرياضه فيها يعني. اللعيبه ببارك لهم وعلى المجهود اللي استحملوه, مجلس اداره, جماهير, كل حاجه. بطلب حاجه بس من لعيبتي اخواتي الصغيرين, فرقة لعبة النهاردة بالتدعيمات اللي كانت موجودة بكل اللعيبة اللي ما كانش ليها حظ الاشتراك اللي هيكون ليها اشتراك في المباراة الجاية بإذن الله, والكاس بإذن الله كاس مصر. أنا عايز يعني النهاردة تبقى البداية بإذن الله, نرجع تاني للتلاتات والأربعات والطريق على الجول وبنساعد بعض في الملعب. انتوا ربنا اداكوا النهاردة نعمة غير الدوري بس, اداكوا نعمة اللعب ازاي وتشوفوا بعض ازاي وتجروا ازاي في الملعب والثقة. كان حسين الشحات النهاردة ورمضان وحمدي فتحي وعمرو السولية, عمرو السولية انا عارف ان الماتش جاي باذن الله هيبقى قد كده 10 مرات يعني, ووليد ازارو باذن الله يعني يشوف بقى الدنيا. خدت بالك حاجات بسيطه منه, هو محوش او مش محوش, هو لعيب سبرينتر وفيري فاستر بلاير وكل حاجه, بس هو يقول انا عايز باذن الله وربنا هيكرمه يعني. وطبعا محمد هاني اللي بيرجع النهارده, هاني انا بشكرك على انك بتبقى قاعد لابد لغايه اما بتجي لك الفرصه, انت وفتحي وربيعه النهارده مبروك, وايمن اشرف ومعلول العبقري طبعا. كل اللعيبه دي بالشكل اللي جاي ده في الفتره القصيره اللي جايين خلاص, زي ما اسلام قال واللعيبه كلها قالت والدنيا كلها مبروك النهارده, والفرحه الفرحه الكبيره يوم الاحد ان شاء الله بقى هنتوج, لان الصوره هتبقى يوم الاحد باذن الله, والصوره الاعلى طبعا بالكاس كمان. يبقى انتوا النهارده انجزتوا السنه دي باذن الله كل ما نتمناه من نجاحات, وتقديرا لكل الناس اللي وقفت جنبكم وانتوا وقفتوا جنب نفسكم, وربنا عوضكم خير السنه دي, وانا مبسوط لكم. الف مبروك عليكم كابتن حشيش. مبروك طبعا لكل لعيبه النادي الاهلي النهارده, كل القائمه بتاع النادي الاهلي, الف مبروك ليهم. يستغلوا بقى الانتصار الجميل النهارده في الماتش وبالبطوله في ان شاء الله باذن الله المباراه اللي جايه, الفينش بقى بتاع المباريات كلها ان شاء الله يوم الاحد, ودي تبقى يعني الحمد لله نهايه موسم ببطوله وبدايه موسم تاني ببطوله. وبنقول طبعا لعيبه النادي الاهلي اللي هتترك النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه برضو ربنا يوفقهم في الانديه اللي هيروحوها. بشكر طبعا مجلس الاداره على تعبه خلال الفتره اللي فاتت هو والجهاز الفني, وبتمنى لهم ان شاء الله مزيد من البطولات. كابتن بلال عايز اقول مبروك لك يا اسلام طبعا, مبروك لكابتن شريف وكل كابتن حشيش, كل الناس اللي تعبت هنا في الاستوديو اكيد يعني كان برضو جيم صعب علينا احنا كلنا كمان, تحملنا كتير قوي, ضغوطات كتيره جدا. احيانا بتشوف فرقتك وهي في وقت من الاوقات بتتهزم قدامك وانت مش عارف تعمل حاجه, ولكن بس كنا بنسبورت كتير جدا, ودي حاجه مش سهله على فكره, دي حاجه صعبه جدا. ومبروك طبعا لكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان, مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي, مبروك لكل لعيبه النادي الاهلي النهارده اللي كانوا رجاله في الملعب ورجاله طول الموسم, ونجاح نتيجه عرق طويل كبير, مجهود كبير جدا. النجاح ما بيحصلش كده نتيجه مباراه بتلعبها وبتتوفق فيها وبيجيلك الحظ, لا, نجاح مجهود كبير جدا 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 بتسعى من خلاله وعندك الهدف وقدرت تحققه. وهاخد من كلام احمد فتحي الحقيقه اللي انا بحبه, صديقي واخويا الشخصي, عايز اقول يعني كل واحد له حق لازم نديله حقه, واحد من افضل الناس اللي كانت موجوده السنه دي في الدوري المصري علي معلول, يعني ببارك له على المجهود الرائع. اولا لم يتم اختياره للمنتخب التونسي, ودي حاجه تسقط اي لعيب وتسقط معنويه اي لعيب كبير, اي لعيب في اي مكان, انك ما يتمش انضمامك لمنتخب بلدك وانت نجم وانت عندك قدر كبير جدا من النجوميه, وتيجي النهارده في اول مباراه ليك رسميه مع ناديك تظهر بالشكل الرائع ده وتكون سبب من اسباب التتويج, ببارك له طبعا. واعتقد هو برده من افضل الناس المفروض تحصل على لقب افضل لعيب في هذا الموسم, دي حقيقه فعلا. ببارك لكل لعيبه النادي الاهلي اللي لعبوا واللي ما لعبوش, وكره القدم مستمره, اللي لعب النهارده هيلعب بكره, واللي ما لعبش النهارده هيلعب بكره, وهكذا يعني الدنيا بتتغير في كره القدم. ببارك للنادي الاهلي على التزامه
بمبادئه، ببارك لمجلس الاداره طبعا اللي دايما كان ملتزم بمبادئ النادي الاهلي واللي في النهايه حياه النجاح والتتويج، وببارك لكل العاملين في النادي الاهلي والامن والمسؤوليه كبيره جدا، وعم حارس وحنف الله يرحمه، كل الناس اللي شاركت في النجاح، لان النجاح ما بيجيش بس من اللعيبه داخل الملعب، اللعيبه دي هي نهايه النجاح، هي اللي بيتصب من خلالها النجاح، لكن في عوامل كتيره جدا، الناس المسؤوله عن الملعب، الراجل النهارده اللي ببارك له برده مش عايزين ننساه مستر لسارتي، ما يعني مش برده في ظل هذه الفرحه اخذنا كتير اوقات كتيره جدا، اخذنا كتير قوي في اوقات كتيره جدا، من حقه برده النهارده لما يجيد وياخد بطوله مع النادي الاهلي ان احنا نبارك له ونقول له النهارده كان اداء رائع متميز، وقت صعب حاسس طبعا يا كابتن، حاسس بثقه النهارده فيه، يعني حاسس النهارده ان هو عنده ثقه في لعيب مختلف، ما كنتش بحسها بالظبط، ما كنتش بحسها قبل كده، حسيتها النهارده طول عنده ثقه، خد الفرصه يا كابتن، واتمنى ان هو يستمر عليه، خد الفرصه لما طلع مع الفرقه فتره اعداد نحاسبه صح، نبتدي يتحاسب صح، فالنهارده بنبارك له على التتويج النهارده مع النادي الاهلي، ما احلاش الدوجلاس، بارك لكل الجمهور اه ويخليه بقى بالدوجلاس، ما احلاش الدوجلاس. عايز ابارك لصديقي العميد محمد مرجان الحقيقه، الراجل ده برده يعني قوه وتحركات واهلاويه، مرجان انا بقول لك يعني انا بقول لك يا مرجان اوعى ما تجيبش كاس مصر، خليك جرى الكاس باذن الله، محمد مرجان هو المدير التنفيذي طبعا للاهلي، انا بقول لك على الهوا اهو ان شاء الله قريب هنعمل انا وانت حلقه، بس هيبقى فيها بقى ايه يعني ضرب نار، شغل جامد جدا، ضرب نار احنا عارفين عنك حاجات كتير، شغل جامد جدا، خلي بالك مبروك يا اسلام، الف الف مبروك ليكوا يا كباتن، دايما منورين ودايما الحقيقه متالقين، ودايما وجودكم بيطفي بهجه وسعاده للجمهور، الحمد لله بيشوف كل، عايزين نقول لك ان انت وشك حلو، ربنا يخليك يا كابتن صراحه، يعني وشك حلو ده دايما مع بعض، ودايما كل جمهور النادي الاهلي بيشوف في حضراتكم الاجيال المختلفه في النادي الاهلي، اعلامي محترم جدا كلكم الحقيقه، دايما لو في نسبه نجاح حتى 1% الاكثر بتبقى لوجود حضراتكم، فانا بشكركم جدا، الف مبروك الدوري رقم 41، ياما خدتوا دوريات وياما هتاخدوا ان شاء الله دوريات، وانتوا خدتوا دوريات وانتوا في الملعب وتاخدوها وانتوا في الاستوديو ان شاء الله، بس النهارده ليها طعم تاني يعني طبعا طبعا، اكني بلعب والله يعني، انا مبروك يا كابتن، مبسوط بيها، الف الف مبروك يا كابتن حشيش، الف مبروك، بشكركم النهارده يعني يوم طبعا لن ينسى في تاريخنا، حتى دايما لما تاخد دوري بتفتكر الايام اللي انت خدت فيها دوري، بتفتكر المباراه اللي انت خدت فيها دوري، بالنسبه لي دلوقتي واحد من الدوريات، لان انا بشتغل في قناه النادي الاهلي، فانا خدت دوري مع النادي الاهلي، ده بالنسبه لي طبعا، وبالنسبه للكابتن شريف وبالنسبه للكابتن بلال وكابتن حشيش وكابتن عادل وكابتن فتحي وكابتن ماهر وكابتن ابراهيم عبد الصمد ربيع، كل المجموعه كابتن ربيع وكل الناس اللي كانت معانا خدت الدوري معانا زيهم زي زي حضراتكم، جمهور زي ما بلال قال، بلال وصف الوصف بالظبط، وصف الوصف بالظبط، قال ان يا جماعه احنا بنبقى محطوطين في مواقف صعبه جدا جدا جدا، ولكن في النهايه بنحاول نبقى نبض الجمهور من خلال وجودنا في ملعب الاهلي، فانا بشكركم دائما متالقين ودائما ناجحين ودائما بتوصفوا اللي في قلبكم واللي انتوا شايفينه، فبشكر حضراتكم، بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن شريف، شكرا جزيلا يا كابتن حشيش، شكرا جزيلا يا كابتن بلال، هطلع فاصل وهسيب بقى الكباتن النهارده يروحوا يحتفلوا في البيت، وانا اكمل احتفالاتنا مع احمد دكتور احمد ثابت، هنتكلم برده عن ارقام واحصاءات برده، ما هو لازم هنعمل ايه، لازم نكمل بقيه الحلقه زي ما دايما متعودين مننا من داخل قناه النادي الاهلي ومن ملعب الاهلي، ودايما الفرحه حلوه.